لا سليمة، مرحبا بالتواصل ديالك. الو مرحبا لاله. الو لا سليمة، لا سليمة حاول تفر الراديو ديالك. انا معاك لا سليمة، انا كنسمعك. واخا دابا كتسمعني؟ مرحبا لا سليمة. سمحني دابا انا راني خايفة وما عرفت بحال اول مرة كنهضر في الراديو، يعني مرحبا لا سليمة. شكل مرحبا لاله. هذا بعدا عمرة مباركة. شي بغيت نقول لك، انا بغيت نفتح لك قلبي، وهذه تصور 6 سنين وانا تنتصنط وتنبغي نصوني، والو ما عمر شد ليا. مرحبا لاله بالتواصل ديالك. عاوني شويه بالاسئله. سليمه شحال في العمر ديالك؟ انا دابا عندي 22 عام. شنو كدير في الحياه ديالك؟ انا نبدا لك من الاول. ياك مرحبا. انا كنت واحد البنت متفوقه بزاف في القرايه ديالي، يعني كنت ديما كنلعب 18 17. شنو كان طبيعه التكوين ديالك؟ شنو كان طبيعه التكوين ديالك؟ نعم كنت كنقرا. اييه في ابتدائي ديما كذلك. ما كنسمعش مزيان سليمة، حاول تاخذ بلاصه مزيانه. عافاك سلمى، دابا مشي بشكل جيد. عفوا كنعتذر بزاف سليمة لانه لا 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 دابا خليك مزيان. دابا مزيان احسن. دابا مزيان ياك. عافاك صبر معايا شويه. لا ماشي مشكل، خذ وقتك على سليمة، غير حكي لنا حنا تنتبعين. انت كنتي تكلمتي لنا على واحد الفتره كنتي متفوقه بزاف، كنتي هادشي اللي قلتي لنا. كنت كنجي يعني في الاعدادي، كنت كنجي الثالثه في الاعدادي هكا، بصح القسم ديالي ديما الاولى وهذا ياك. المهم من هادشي كامل، وكان عندي واحد الحلم، يعني ديما كان الوالد ديالي تيعيط لي غير المهندسه ديالي، فهمتي كيفاش؟ ما عمرو عيط لي بسميتي، فينا هي المهندسه، اجي المهندسه هكا، حتى ديما انا كنت كنقول لهم انا غادي نولي مهندسه وهادي وهادي، يعني كنت كنحلم غير بانني نولي مهندسه وندير شي حاجه في حياتي ياك. اييه غادي يجي واحد النهار غادي تقلب حياتي، ما عرفت. youtube.com/mfmhd دزت الكاتريام اني خديت نجحت في السانكيام اني طلعت للسيزيام اني الدوره الاولى ياك. اييه هذا قرينا الدوره الاولى، شدينا ديك العطله اللي تيجدوا ما بين الدوره الاولى والثانيه. هادشي في الجزء المشترك في ياك ولا كنت دايره سيونس مات. كنت دايره سيونس مات السنه الاولى بكالوريا هادشي. أيه في سيزيامان ياك. أيه المهم، حيتاش حنايا عندنا في ديك المدينة ديالنا كاينة واحد القسم سميتو قسم امتياز، كيجمعوا فيه غير الناس اللي طالعين 16 الفوق. أيه كانوا دايريننا حنا في سانكياماني، ومن تما تيلفونا سيونس مات في سيزياماني، فهمتي؟ واخا. المهم فاش طلعنا ما عرفت كي ندير، نقول لك ما عرفت كي ندير نعاود لك. المهم شي حاجة قلبات لي حياتي، تصور ما حلفت لهم، قلت لهم داك الكوليج اللي ما نشوفش هذاك هو اللي ما نمشيش نقرا. وعلاش؟ واش كنتي تعرضتي لشي سلوك شتي كان قبيح؟ والو انا واحد الاستاذ الصراحه ما نكذبش عليك، دابا راه جاتني البكا تفكرتها، واخا شحال هادي 6 سنين هادي ولا شحال، مي تفكرتها وجاتني البكا حيت ما نسمحلوش. هو يعني كان واحد الدريه كيقرا معنا، هو ولد صاحبه ياك. المهم كان باش نعاود لك باختصار، كان وصانا باش نديرو واحد شنو كيقولوا له بحث ياك. اييه درنا البحث. المهم وصانا قالنا شوف اللي جابوا لنا مكتوب غير بالانترنت ما نقبلولوش، خاصنا نتصور وخاصنا يكون مكتوب باليد وداك الشيء ياك. والله الا ما نكذبش عليك انا شحال سهرت على داك البحث وداك الشيء، دابا الناس غادي يسمعوني غادي يصحاب لهم داك الشيء غير في اليمين، انا بقى فيا الحال. لا بطبيعه الحال علاش سولتك انا؟ قلت لك راه كنتي باهي بالضبط لهذ القضيه ديال واش كان شي سلوك شفتيه كان اثر لك. المهم ما خليت ما درت، والله الا ماما كانت كتصاوب لي الترموس ديال القهوه ياك. وكان بقى سهراني الليل وتقلب لي ماما، حنا حيتاش حنا في واحد المدينه اللي بارده بزاف، يعني كنحرقوا يعني العود بزاف الكتب القدام باش نسخنوا. اييه كنبقى نمشي نقلب في وسط دوك العوان ونقلب على الكتب القدام باش نقطع التصاور ونسقهم باش تسخني باش تقراي باش توجدي. اييه وتنكتب وتنسهر وتنوض مع 6 الصباح نعاود نكمل، وهذا وضربت فيه تماره نيت نوض. هو نهار مشينا فاش نقدموا البحث وداك الشيء عيط عليا، مشيت قال لي زائد 4 نقاط ياك، فرحت. مشيت جلست
اون فوا ولد داك الاستاذ اللي صاحبه وحق الله ما تنكذب عليك وبغيت ربي يعميني في هذه الليله لك. لا اختي الله ينور بصيرتك وبصرك بجوج. والله الا شتي هز كيما هز الوراق كيما جابهم من الانترنت حطهم فوق الدوسيح حطهم فوق المكتب ياك؟ وسميتو وزاد له 8 النقاط ياك؟ انا ما نكذبش عليك انا واحد انسان دابا نعاود لك القدم ما تنقدرش نصبر على حقي واخا ما عرفت فين توصل ليا ياك؟ ونت عنده بكل ادب حيت انا يعني معروفه عند الاساتذه الله يعمرها دار وظريفه معاهم وهذا حيت كنقرا يعني ما كنقدرش نخسر صورتي مع الاساتذه. اييه طلع عنده قلت له عافاك استاذ دابا قلت لنا هذه وهذه انا درت داك الشيء اللي هذا وانا شفت الدوسي ديال الدري اللي معايا ماشي بحال ديالي انا في حساب ديالي احسن من نفس اللي قلتي لنا ما تكتبوا وهو غير حطهم هكاك. قلت لي واش توريني اش ندير كيف قلتي بلاصتك فاش مشيت جلست بلاصتي بقيت كنهضر انا وصاحبتي بحال هكا وطردت بالبكا ما قدرتش نصبر ياك. قال لي واش بغيتي ديري بالحبه قبه ولا بغيتي ديري عليا زعما ديك المظلومه خرجي عليا هكا. عرفتي فاش قال لي ديك خرجي عليا ما نكذبش عليك عرفتي ما بقيتش ديك ما عقلتش السميه اللي قلت لكم سليمه المهم ما بقيتش هذيك الانسانه ياك هي ديال دابا فهمتي كيفاش؟ اي واخا 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 عرفتي طقطقت عليه ما نكذبش عليك ما خليت ما عيطت فيه ما خليت ما قلت فيه ديك الانسان اللي كان مجتهده اللي كانت كتهبط راسها وكتمشي تقرا وهذا صافي ما بقاتش وصلني لواحد الدرجه ما خليت ما قلت له ياك؟ مشيت انا خارجه تلاقى معايا الحارس العام وعرفتي الحراس العامين والمدير تيحماقوا عليا هكا تيديروا ليا تلاقى معايا قال لي مالك كتبكي وهذا قلت له هما 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 قال لي شوفي غير سيري لداركم جيبي ماماك انا غادي نهضر معاه ياك مشى مشيت جبت ماما المهم وداك الشيء وجيت جيت مع ماما للدار الو كنسمعك قلت لك جيت مع ماما الكوليج وداك الشيء الحارس العام وهذا جابوا الاداره وهذا بقى كيهضر معاها قال له هذه ما تسواش ما يعني ما كتحترمش هذا قلت له ما ترى قال لي الحارس العام وليني ما خاكك كان الى وصلك كان عليك تجي عندنا ياك؟ قلت له انا راه ما قدرتش نصبر بداك الشيء اللي عايرني قدام الدراري وقال لي خرجي عليا وهذا ما قدرتش نصبر عرفتي وتنهضر وماما كتعطيني في الطرش والله ما عمري ننسى ماما كتقول لي زعما سكتي فهمتي كتعطيني في الطرش كتقول لي سكتي علاش كتقولي هكاك سكتي وصافي بديك الحقره اللي حقرني وهذا قلت له ماما عطيني اتساع وكنغوت وسبيته عاوتاني جيت سبيته وما خليت فيه غير اللي نسيت واش قلت له في التالي قلت له شوف شتي الا ظلمتك هاني كنطلب سيدي ربي ما ياخذ فيا الحق وبصح الا ظلمتيني هاني ما سمحت لكش حتى نتفرج فيك وخرجت ياك كنقسم لك بالله دابا نجي كل الهضره نقسم لك بالله العلي العظيم الى المغرب كامل وتفرج في ذاك الاستاذ راه في الانترنت على كل حال ما شغلناش حنا واش موجود في الانترنت ولا ما موجود ولكن الاساسي حنايا المهم هذاك طرات له سبحان الله باش تفرج فيه كيما فرج فيا الناس تفرج فيه انا استقر شيوي واستقد صور هو على كل حال على كل حال هذه تبقات اتهامات انما انا الحاجه اللي بغيت نقول لك هو هو للاسف الرساله كاع اللي نقدروا حنا دابا نحتفظوا بها من هذا الشيء اللي حكيتي لنا اختي هي الصدام ملي كيوقع دابا انت كان عندك الرغبه والاراده كتقولي باللي طموحه وكتقراي وللاسف تهرست فيك حيت تصادمتي مع هذاك الاستاذ وهذاك الموقف الصدامي تنتي عطاك ردود افعال انت دابا لا ربحتي واحد المستوى تعليمي مزيان ولا حتى هو ربح يعني انا شفت من بعد دابا فاش كبرت وداك الشيء حتى ديك اللحظه كان عندي 16 عام ياك قلت كبرت قلت شتي نكون سليمه ديال دابا ياك غادي تسكت وتدوز داك الشيء باش ما كان ياك ويدوز ديك السنه ونبدل الاستاذ وماشي مشكل بحال بعض النقاط بحال 8 النقاط بحال دابا ماشي مشكل ما غاديش يكون يعني ضربني ذاك الاكتئاب اللي ما بقيتش كنحمل القرايه وتصور تصور راه ماشي شي وحده زعما اللي تمشي وتبقى تدور وتقول لهم لا راني قريت وبالتالي ما نقا زعما يشوفوا البلدان خاي واخاوي نو لا كنت كنجي ياك كنمشي حتى لحدا لباب الكوليج ونرجع ثاني بكيف الدار كنقول لهم الا صيفطوني لتما غادي نموت وتنشد الملاية ونعس ونغطي راسي ونبقى نبكي هكاك حتى دازت الدورة الأولى شي 15 يوم ياك حلفت ما نولي
المهم جا البيلتان واخا هكاك جبت فيه ولا اني نقصت بزاف على داكشي اللي كنت كنجيب جبت فيه تقريبا شي 12 ياك حيتاش هو حط لي ثلاثه صور ثلاثه كاينه شي نقطه ديال ثلاثه واخا يكون الكوسه ما يحطلوش ثلاثه على كل حال دابا النتيجه هو ان داك الموقف للاسف اللي تصدمتي فيه معاه ما كانش خلاك انت تكمل. المهم احيت انا هذه ماشي هي القصه انا غير بديت لك بها. المهم فاش هذا تعقدت مع هذا ما بغيتش نمشي شديت عطله صفتوني مالي دارنا عند خالي ياك صفتوني عند خالي المهم باش زعما ندوز العطله الله هاك ما زعما نتراجع ونرجع للدور الجوجه ولا ياك المهم فاش بقيت مشيت عند خالي وهكا سبحان الله كانت واحد جارت مرت خالي هي اخت راجلي ديال دابا ياك المهم كانت اختو انفانا هبطت من الكارو داكشي حطتني طاكسي حدا الباب ديالهم شافتني وهذا جات خطباتني ياك من مرت خالي وهذا قالت لي يا واش تبغي تجوجي وهذا باش قلت لك تقلبات حياتي من بعد ما كنت كنقول نولي مهندسه وهذا وليت كنشوف غير شي حاجه باش نقضي وصافي فهمتي كيفاش المهم جات قالت لي واش تجوجي لهالدرجه قلت لها ما عرفت هكايا باش جاوبتها المهم جبت لي التصور ديال الوالد وهكا بقيت كنشوفهم هذا انا في ديك اللحظه انا دايخه وتالفه ما عرفاش كاع في حياتي شنو اشنو المهم في ديك اللحظه شدت بحال هكايا التصور هذا من بعد صافي قالت لي راه غادي يجي في كونجي وداك الشيء وتلاقى وقلت لها شوفي اختي انا صفطتني ماما عند خالي ما هي ما فراتهاش شي حاجه انا ما نقدرش يعني نتلاقى مع خا هو ناوي المعقول ما نقدرش نتلاقى معاه وماما ما فراتهاش ياك انا غادي نهبط لدارنا الا هذا الراجل هذا بغاني ديك الثمن ديال 30 درهم ديال الطونسبور ما غاديش تغلبو ياك شديت المهم هذا وهبط عرفتو هو غادي يجي غدا وخا العطله مازال يهبط هو جا ما عقلت واحد النهاريه بختي حتى جايه تجري بحال هكايا قلت لها شنو قالت لي راه الخطاب جايين قلت لها كيفاش قالت لي راه فلانه راه صمت علينا قالت لنا راه خويا جاي غدا ياك المهم الغد ليه ما عرفت ما تبدلت قلت لك تبدلت كنت مع الصباح مع الصباح نصوب وتنبقى بحال ما عرفت بحال ما ديك ما بقيتش ديك الانسان اللي عينيها غير في القرايه صافي ما عرفت قلبات حياتي المهم ياك اي فوجا شحال كان عندك في العمر دابا ديك الساعه تسليم 16 عام يا ان فو دخل بحال قلتي لي ما عرفت بحال تمعمى ولي العينين ولا ما عرفت وسحرني ذاك الراجل صافي ما بقيت عقل لا على قرايه ولا على هادي ولا على هادي ياك خلاص قالوا له ماي الدار كتقرا باش ما يقولولوش زعما راه جالسه 15 يوم هادي في الدار وهذا قالوا له مازال كتقرا راه عاوله ترجع ياك وقالوا لي هما غير سكتي ياك قولي لهم راه كتقرا صافي قلت له راني كنقرا وداك الشيء وما قلت له لا هادي لا هادي ما عاودتلوش كاع المشكل اللي طرالي في القرايه ياك المهم صافي نط بحال هكايا قلت لك داك الراجل ما نكذبش عليك الا كان شي ملاك نزل من السماء اياه الا كاين شي حاجه ما بنادم لا ياك انت لهالدرجه كاع بديتي كتحسي انه هذاك هو الشخص اللي ما عرفتش اياه عرفتي راه الا ملاك قلت لك الا ملاك اياه الا بنادم لا صافي المهم داك الشيء باش قلت نعاود لك دابا داك الشيء خصني نزرب دغيا اين فوا قلت لك هذا قال لي يا قال نختو نهضروا شويه مشيت هضر معايا هكا داك الشيء ديال هذا وما كذبش عليا قال لي شوفي انا راني موظف بسيط ياك يعني ما تقوليش شي واحد اللي كيتيري مليون ولا الفوق راه موظف عادي ياك المهم قلت له انا في ديك اللحظه ما كنفكر لا فلوس لا حتى انا كنفكر فيه غير هو انا مدهوله فيه غير هو فهمتي كيفاش قلت له لا انا داكشي ما عنديش مشكل انا المهم عندي هو يكون الانسان الله يعمرها دار وهذا ياك وهو يقول لي في ديك اللحظه لحد الان دزت 6 سنين ومازال عاقل على هذه الهضره قال لي شوفي انا ما نتشاور مع حتى واحد انا قبل من دابا وما نقولكش نمشي نفكر انت سيري فكري قلت له لا حتى انا دابا قابله في ديك اللحظه اول مره تنشوفه المهم مشى ياك مشى شد التليفون ديال ماما انا مازال عندي التليفون تيصوني على ماما ونهضر انا ويصوني على ماما ونهضر انا المهم ما عرفت
كيتربى الحب ديالو في القلب ديالي بلا ما نعيق، فهمتي كيفاش؟ واخ. مع العلم انه كبير عليا. شحال في العمر ديالك انت دابا؟ 15 عام بيناتنا. هو دابا عنده شي 37 عام يكون في عمره دابا؟ 37 عام في عمره، الله يعطيك الصحة زادا مع الحساب. ياك؟ واخا. 37 في عمره. قلت لك المهم 15 عام بيناتنا، واخا هكاك الانسان اصلا هو طلع نبي عليه ما تيبانش، تعطيه 26 دابا اللي دابا وتعطيه 26 عام. واخا. ياك؟ واخا. ما كتبانش عليه. مي في ديك اللحظة ما كنفكرني لا في عمر لا فاني، ما سولته لا على شحال عندك لا هادي لا هادي. مشى قلت لك المهم مشى باش هو، حيتاش انا كنت يعني واحد الانسانه اللي وافيه ما عطيهش العمر ديالي 16 عام، اللي شافني تيعطيني 20 عام ياك. ما دغواش قال لي شوفي صيفط لي الفوتوكوبي د لاكارت وكذا وكذا وكذا. قلت له انا ما عنديش لاكارت، وهو يقول لي علاش قالت حتى لدابا بلا لاكارت ياك. قلت له لا انا راه مازال. قال لي علاش شحال في عمرك؟ هو قام في راسو شحال في عمري. قلت له 16 عام. قال لي ويلي ويلي ويلي، وبقى كيضحك معايا بحال هكا. قال لي ويلي واش انا داي برهوشه ياك. المهم صافي دوزناها بحال هكا، عاود دار الخدمه ديالو باش اذن باش يتزوج قاصر ياك. المهم عرفتي داكشي ديال نمشي للقاضي القاصرات، مشيت للكوميساريه تيديروا معايا لونكيت وهذا ياك. دوز داكشي كامل، دخلت عند القاضي، تصور دخلت عند القاضي كيقول لي شوفي غير بيناتنا، دخلني غير انا بوحدي. يقول لي شوفي بيناتنا ما تخافيش، حيت عرف بان حنايا الشلوح وداك الشيء مزيرين ياك صحاب الاول بانه العائله هما اللي ضاغطين عليك. اييه كيقول لي شوفي ما تخافيش، غير قولي لي الا ما بغيتيش انا غنقول لهم عنوى غير شي حاجه في الوراق، ولا والله ما نقول لهم انت باش ما تيطرى لك حتى حد. غنقول له والله الا بهاد اللحظه تبقى كيضحك القاضي. قلت له طلقني يا سيدي انا ما كاينش لي زاد عليا صافي لهاد الدرجه ياك. صافي قلت لك بحال هكايا وصافي وعطانا الاذن. المهم جا واحد النهار ياك وفرحت تصور فاش انفوا انا كنعقل كاينه في الصالون، ندخل هو بحال ما عرفت شكون يدخل، كنشوفه في ديك اللحظه بحال شي واحد عنده جنحين بحال ملاك، فهمت كيفاش؟ دخل المهم فرحت وهذا، عقدنا الغد ليه ودرنا صافي القاط وكل شيء، صافي تزوجنا ياك. بقينا واحد 3 شهور ودرنا العرس. ياك اش نقول لك؟ اشتغل الا بغيت ندي الذنوب ديال داك الراجل اللي ما عمري شفتو في حياتي، في الرجال كاملين في كاملين، واخا يعيا ما يقول لي شي واحد شي راجل كيدير هادي وهادي، هذاك الانسان كيدير اكثر منه. تصور لدرجه انه فاش تزوج بيا وداك الشيء كان قال لي، حيتاش هو ساكن في واحد المدينه قليل فيها الكرا ياك. قال لي شوفي غادي تجلسي في دارنا غير واحد 3 شهور على ما ندبر على الكرا، والله الا عييت ما نقلب، وراه مع مدينه سياحيه ما كتلقاش فيها الكرا ياك. قال لي شوف انا هذا وحتى ندي. قلت له صافي، لدرجه تصور كرينا بيت وكوزينه، قلت له شوف انا نمشي معاك حاشاك حتى في طواليت نعيش وانا وياك غير القى لي الكرا ياك. قال لي صافي ماشي مشكل. مشى قلب على كارسونير يعني بيت وكوزينه ومشينا ليها ياك. عرفتي علاش دخلت على ديك بيت وكوزينه؟ تصور الحوايج ديالي ديال الجهاز ديالي ياك، الجلالب ديالي فرشتهم ياك، ولويت البيجامات ديالي ونعسنا عليهم الليله الاولى. يعني على الضص، عرفتي شناهي الضص؟ والو والو. وكي تتحس ديك الانسانه كي تنحس انا، وبحال راني احسن اطيل في العالم. فرحانه حيتاش لواحد الدرجه كان ما عمر عيط لي بسميتي، تيعيط لي غير نونوس. اجي نونوس اجي نونوس، هادشي اللي كيعيط لي. المهم يعني كان موفر لي واحد الحياه ما عمرني شفتها ياك. داز المهم هادشي كامل، يعني الراجل اللي يجي من الخدمه يخاصو يلقى مرتو دايره الفطور، لا انا كيلقاني حتى ثلاثة د العشيه، ولا يجي مع الصباح هو اللي يدير الفطور يقول لي نوضي راني درت لك الفطور. يعني باش كنشرح لك زعما كي كان معايا ياك. دوزنا العام الاول ياك. قال لي بابا الا بغيتي تدخلي للقرايه ترجعي زعما للقرايه دابا، حيتاش زعما ارتاحيتي من داك المشكل وهذا، وترجعي لديك المدينه ياك. هو ما منعش اطلاقا، ما كشرى لي الكتب وشدوا لي الانتقال وداروا لي باش نعاود سيزياماني وهذا ياك. المهم صبت راسي حامله ما لقيت كي ندير، وجاني الحمقى صح وكل شيء يعني، وضعت لي السنه ياك. وهاد الحباله كانت بالرغبه ديالكم بزوج؟ لا ما جات على غفله.
فهمتي كيفاش؟ صدق ربي ما سخرش فيها وصلت 3 شهور طاحت ياك. طاح لي داك الوليد وضعت لي السنه، قلت له شوف ماني من القرايه ما انا بداك الوليد، قلت له صافي. ويعني كنت حتى 17 عام وهذا باش كنت غادي نولاد وهذا ياك 17 ونص ديك الوقيته، يعني قلت ماشي مشكل مازال صغيره. العام الجاي كذلك بغيت ندفع ياك باش نقرا ياك، حتى دازت السنه الدراسيه الاولى الثانيه، قلت نعاود ندفع. صدقت حامله بهذا الوليد اللي عندي دابا، حيتاش عندي وليد ياك. المهم صافي قلت ماشي مشكل ما كتبتش، نط حملت بهذا الوليد هذا، دازت عليا واحد الحماله ما نقولكش كي دازت. مع عمري انا ديما نعس في السبيطارات، ما قديتش ما عرفتش الصحه ديالي ما قد. المهم جاني صعيب ياك. داك الراجل تصور داير عرفتي، وحق الله الا الجيران والعائله وكل شيء كيقولوا لنا ما مزوج غير فلان وفلانه، هذه هي الهضره ديالهم، ما شتي عيا وما يطيروا، ما مزوج غير فلان وفلانه، غير حنا اللي مزوجين زعما. وشوف كي تيدير لها وشوف كي تدير له، شوف كي تيدير لها وكي تدير له. تصور بابا كان كيقول لي سمحتي في الباك، وجاب لك ربي الاجازه والماستر زعما بداك الراجل، فهمتي كيفاش؟ يعني بداك التعامل ديالو وداك الشيء. انت يعني في واحد الوقت نسيت القرايه، كنقول لا صافي رانا جاب لي حالاش كيقلبوا الناس، هاني لقيت القرايه هاني لقيتها صافي. كنت فرحانه في حياتي والله ما نكذب عليك، الا كنا كنجلسوا انا وياه وتنقول له انا تنسوا. واخا شنو هي نقطه التحول في حياتكم اللي شويه كانت صعيبه ولا انت دابا حاليا لقيتي راسك في 17 سنه ما قدرتيش تكمل الدراسه ديالك لانه كانت هذه الرغبه ديالك في واحد الوقت من بعد الزواج، حيت جات الحباله اللي كانت ما تماتش، ولكن زعما شنو هما الحوايج اللي كانوا شويه غيروا حياتك انت وراجلك؟ اي انا جايك لهذا بعد اول نقطه تحول هنا هي انني غيرت المسار، بلاصه ما كنت ماشيه في القاعات الزواج ياك. ونقطه التحول الثانيه هي فاش غادي ننتقلوا لواحد المدينه اللي سمح لي في هذه الهضره الا قلتها وما قبلتيهاش، مي تيسميوها ابليس المغرب. ما نقدرش، لا ما نقدرش، لا لا الله يعطيك الستر، عافاك الله يعطيك الستر. ابليس بوحدو لا اله الا الله، الله يعطيك الستر، ما نقدرش. راه معروفه هي اكاع، لا انا ما نقولكش، لا 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 الله يعطيك الخير، لا واه لا واه فيها اهلنا وفيها خوتنا وفيها حبيبنا، الله يعطيك الستر. واه لا واه واخا صافي ماشي مشكل، مي راه هادشي اللي كيقولوا لنا. لا اختي الله يرحم الوالدين، فيها اهل الصلاح والفلاح وكنعرفوهم، واللي بغى شي حاجه يمشي ليها ياك. هادشي اللي كاين. قلت لك المهم سميتو دوزنا في ديك المدينه الاخرى بعد احسن ايام حياتي، كنت كنقول وكنقول واش الناس عايشين بحالي ولا لا ياك. المهم فاش ولدت الوليد ودار عام وجينا لهنايا، عطوه الانتقال لهنايا ياك. المهم فاش عطوه الانتقال لاكادير صافي، اش نقول لك، بحال حياتي تشديتيها، قلبتي شي قرعه وقلبتيها ولات كتدلع، ما بقت راحه، ما بقى المشاكل ولا باش بداو المشاكل ياك. انا غادي نعاود بصراحه باش حتى اللي تدخل ياك يقول شكون، واش حتى اللي تدخلتي انت يعني يقول الانسان شكون يبان له غلط، واش انا ولا هو ياك. واخا حنا غادي نسمع لكم. اربع سنين ياك، اربع سنين وانا لهيه، عامين وانا هنايا، هي ست سنين باش مجوجه دابا. فاش يلاه جينا لهنايا يعني هنايا تجيهم في شكل يكون الرجل والمراه مقادين وخارجين يعني بجوج، وهذا كتجيهم في شكل يعني كتجيهم بيزا كثريا تحت في شي جيران الله ينجيك هاي الحظيه ياك. قلت ماشي مشكل، هما اصلا في الاول كانوا كيقولوا تيبقاو هكا يهضروا معايا وداك الشيء، كيقولوا لي مالكي كديري له هكا، غادي تصري عليك لو حيلوا الماكله ودوزي تجلسي معانا. فنقول لهم حشومه كيما هو كيعطيني قيمه وما تيمشيش مع صحابه ويخليني، ولا يخرج ويخليني، ولا يمشي قهوه ويخليني، حتى ما نقدرش نخليه ياك. هما بقاو حاطين على ديك القضيه، علاش ديما خارجين بجوج؟ كيقولنا مالكم خارجين ديما بجوج داخلين بجوج، تخرجي معانا شويه، حيت حنا ديما خارجين بجوج داخلين بجوج، يعني دايرين بحال التوام ما تنتفارقوش، الا ما كانش كنجلس في الدار وحتى واصلا ديما خارجني ياك. المهم بقينا هكاك شويه من عينين الناس، شويه من نيت من الله اعلم، ما عرفت ما نقولكش، انا نقدر نقولك السبب. المهم انا نعاود لك شنو طرا، دازت قلت لك دازت. المهم فاش جينا دازت اربع شهور، تحول لواحد الخدمه واحد اخر صعيب شي شويه ياك. قاصح ما تيجيش بزاف،
الو كنسمعك سليمة. قلت لك واحد النوع ديال الخدمه قاصح شويه ما تيجيش بزاف يعني قليل فاش كيجي ياك. المهم انا كان واحد الدري ولد الجيران تمايا ياك. الو كنسمعك. قلت لك واحد الدري ولد الجيران تمايا شنو يقول لي الشيطان ديالي ياك. بقيت جالسه واحد المره الراجل ما تيجيش كيطلع عليا غير بالليل وديما تندبزو علاش ما جيتيش وانا وهذا وقنط وهذا. داك الدري صغر مني بعامين ياك، وانا عندي 22 هو عنده 20. ديك الوقيته كانت عندي انا 20 هو عنده 18 ياك. مي هو تيبان بحال كبر مني حيت انا ما تعطينيش حتى والده ياك. صافي يعني بقى اليوم تيشوف فيا غدا تيشوف فيا وهذا. انا ما غاديش نعطي الاعذار راسي، مي انا في ديك اللحظه جيت بوحدي وكان كيخرج بزاف شهر وهذا ياك. وليت حتى انا بحال قلتي ديك اللي بحال ديك المو قال لها شي وحده زوينه. يعني وليت غير تيشوف فيا ديك الشوفه هذا بشويه، ولا تيهضر معايا شويه السلام شويه هذه. واحد النهار ياد قال لي راني كنبغيك. youtube.com/mfmhd ديك اللحظه يعني ما عرفتش باش تبليت. مشيت دخلت طلعت في العماره هذا، مشيت تنفكر ديك الليله كامله. صافي جا راجلي ما تنعطيش الوقيته، واخا راجلي انا راني حاطه الماكله وجالسه معاه وكلشي بصح قلي مع الاخر. انا تنهضر مع الاخر بصح تنتخيل الاخر اللي حدايا. ما عرفتش شنو ضربني، ما عرفتش شنو ضربني، ما اصل ربي ما تيضربش حاشا ولله، انا اللي ضربني الشيطان ديالي وضربني راسي. ما عرفت دخلت. المهم ما بقيتش كيبان لي راجلي ياك. والله اعلم شكون السبب، الله اعلم. مي هاد الشيء هو اللي طرا. انا يعني اش نقول لك، ما يعني ما رديت عليه بحتى حاجه. مي بقى ديما دوك النظرات. انا شنو بقى فيا دابا هي فاش كنت كنخرج انا وراجلي وشاده فيه وداك الشيء، وكنلقاوه في الشارع وهذا كيبقى يشوف فيا وكنشوف فيه، تنقول علاش كنت كنشوف فيه حتى انا، هو شاف كاع انا علاش نرد له انا ديك الشوفه ياك. كنت بحال ديك النوع ديال المغازله غير بالعينين. وديما يعني بقات هكاك، بقات شحال، بقات شهر 10 و11 و12 و1 يعني 4 شهور ياك. ديك 4 شهور لا يعطيها لشي مسلم، كحله سحله ما فيها ما يتشاف مع راجلي. ديما المشاكل. صور وليت كنهز وساده وكنمشي نعس في البيت الاخر غير باش ما نعش حداه. هاد دابا شوف الحماقه. من 16 عام ما بان لياش كبير. 16 عام ما بان لياش خايب. لا في 20 عام عاد بان لي، حتى في المراهقه عاد بان لي خايب. عاد بان لي كبير. عاد بان لي ماشي ديالي. عاد بان لي انا الزين عليه. عاد بان لي شحال من حاجه ياك. وليت تنشوف راسي في المرايه ويلي كنقول ويلي استغفر الله العلي العظيم، شوف انا كي دايره هو كي داير، اش هاد اللوحه اللي لحت راسي ياك. يعني وليت بحال الحمقى. وتنقول دابا الا مشيت تطلقت غادي ولدو غادي يصرف عليه، وانا غادي نخدم وغادي نعيش مع هذاك اللي بغيت. شوف على هبال تيدور لي في راسي ياك. هادشي انا كنعاود لك باش زعما تفهم شنو كان كيدور لي فعلا براسي. شنو كان كيدور لك في راسك. ومهم جدا هادشي، راه ربما راه هو احساس ديال بزاف الشابات اللي كانوا مقبلات على بدايه يلاه بداو الحال على العلاقه الزوجيه وفيها لقاو بزاف المتاعب فيها. ايوا حق الله. انا دابا ما تنكذب عليك، الا دابا تنهضر معاك بغيت نعاود لك باش الناس، باش انا شتي علاش كنقول لك هادشي باش حتى حيتاش انا مازال صغيره 22 مي كنهضر على حتى شي وحده اللي تزوجات صغيره وهذا باش تعرف الاحساس ديالي باش كنحس، وتعرف دابا باش كنحس وتعرف اي وحده باغيه هذا المرايا ولا كثر فاش يقول لي شي واحد ويلي استغفر الله العلي العظيم، واش انت ولدك هذا؟ واش ولدك ولا اخوك؟ ماشي ولدك هذا، راجلك هذاك. عرفتي لا علاقه بيناتكم، ويلي انت قطه وهو كي داير. لهالدرجه اي لهالدرجه. واخا هو صلى عليه عليه زوين، مي انا يعني بالنسبه ليهم راه شي حاجه عليه. واخا 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 حتى وصلت دخلني ذاك الوسواس، وهو اصلا كان قالها لي ذاك النهار ياك هذاك الولد ياك. قال لي راه لا علاقه بينك وبينه. قال لي جابك انت ليه؟ قال لي شوفي راسك كي دايره وشوفي. قال لي انت واخا من بعد ما يقولوش
واخا ومن بعد هادشي كله زعما كيفاش قلت لك ربع قلت لك هذيك ربع شهور دازت حاله بيناتنا كنا المشاكل تصور قلت لك كنهز الاستاذه تنمشي نعس ليه كناكل معاه تصور كنبقى ناكل كنقول له طلقني طلقني او دير الله يهديك بنت الناس طلقني قلت لك طلقني وعباد الله طلقني ومبقى نغوت يا اودي مالك وعيط عليهم على مالي نضرناها ما تدير ليها ما تدير لي انا ما تنقول له خلاص ما غادي نقدر انا نقول لهم داك الشيء كنقول لهم لا غير والو ولا خايب معايا ما بقاش معايا مزيان هادي هادي ياك وداك الشيء ديال شحال هادي راه هو ديال دابا غير انا ما عرفتوش العقل اللي تبدل لي تقدر تقول لي زعما شنو تبدل انا ما عرفتش اشنو تبدل الله اعلم ومر هذاك هو ديال دابا المعيشه ديال شحال هادي هي ديال دابا غير شحال هادي كنت كنشوفها جنه ديك الوقيته كنت كنشوفها جحيم اشنو كيبان ليا كيبان ليا انا غير صافي نخرج نطلق نمشي حتى انا نتقاد نخرج لاكادير ويتصرع ليا الدراري بحال قلتي المراهقه جاتني معطله ياك داكشي اللي ما دوزت لي كانوا كيقولوا لي الناس راه خصك صغيره يعني ما دوزت وانا صغيره ما عقدتش به كنت حاشره تجي في القايه وهذا صافي دغيا طرت يعني حضرت علي انا اش كيجيني بداك الحماق كنوقف حدا المرايه كنقول دابا ديك اللبسه اللي كنلبسها انا في الدار هنا الا مشيت لبستها وخرجت لبرا ويلي ما عرفتش كيفاش يمكن تكوني قتيبات كيديروا عليا الدراري ويلي غادي غادي نحمقهم شي غادي صافي غادي نطلق هذا الشيء اللي كيبان لي في ديك اللحظه ديك اللحظه صافي انا كان يعني هذاك الشيء قلت لك كنبقاو ناكلو نقول له طلقني 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 هذيك هي الكلمه اللي كتردد يوميا عندنا في الدار نعم صافي حتى هو يعني داك الانسان اللي راه ما نكذبش عليك راه غير الا بغيت ندي اللوب ديالو راه داك الراجل راه قلت لك الا مالك راه مالك راه داك الشيء اللي صبر عليا في ديك ربع شهور راه والله لا صبروا عليها شي واحد في شي راجل ما يصبروا على شي مرة كيوقف اتصور كيبقى جالس هكا فوق الناموسيه ونجي لعندو نجي لعندو انا ونبقى نضرب فيه كنضرب فيه ماشي زعما غير شويه تنشد هكا البنيات وبقى نضربو في الكتاب ديالي وطلقني 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 وما تنحملكش وشوف كي داير وما تنحملكش وشوف راسك في المرايه وشوف انا كي دايره وانت كي داير داكشي كامل تخلط عليا واحد العبال قلت لك كنتفكر ديك اللحظه صافي تنبغي نحماق هادشي يعني قلت لك هادشي اللي دوزت عليه وتيصبر عليا وتيقول لي اودي راه قصحتيني الله يهديك اودي اودي الله يهديك اودي الله يهديك ويصوني عليهم ويصوني على خواتاتي ويصوني على ماما وبابا ويصوني اودي راه مالها راه كتقول لي طلقني واش درت لها وغير يقولوا لهم ونقول لهم عنوان لا راه دبز معايا على الولد لا عنوان راه دار لي على هادي ياك وانا هذاك الشيء غير سبه وتيقول لهم وفي قدامهم هكا في التليفون كيقول لهم ها هي ها راه غنبوسوا لها يلاه تسمح لي الا درت لها شي حاجه غير تولي بها تنقول له صافي كنضحكوا يلاه نخرجوا ناكلوا شي حاجه تيديني شي غيصط ولا شي حاجه وناكلوا ياك نرجعوا وكيف غنشوف ذاك الولد تتكحل بيا قدامي كتكحل بيا قدامي الله يجعله ما يجيب لي الكار ما عرفت ما يا اختي يجيبوا لي ما نشوفش فيه مع العلم انه ما كان مخصصني بحتى حاجه شتي الا قلت له جيب لي الطياره يمشي تسلف يجيبها كان كيضرب باش يجيب لي اي حاجه غير نكون فرحانه يشري لي احسن حاجه خرجت كان دخلني لاصال كنت كنضب مع البنات اللي هما اصلا خدامات ورجالهم خدامين وتيلبسوا لي ماك ويلبسني حتى انا لي ماك واخ فهمتي كيفاش فين وصلت هاد الدرجه واخا هكاك ما بقى كيبان لي حتى حاجه من داكشي تنقول شي نعيش بيت وكوزينه وانا مطلقه غير نخرج ونعيش حياتي واخا واخا نضرب تماره المهم دازت ديك ربع شهور هي ما يصبر ما نكذبش عليك دابا في ديك اللحظه ما كانش كنقول هاد الهضره مي دابا وليت كنرد بالي ياك هي ما يصبر صافي باش نقول لك النقطه التحول هي في شهر 6 شهر 5 وشهر 6 الاول ديالو ولا تيرد عليا تنضرب فيه تيدفعني بحال هكا ياك تنضرب فيه تيدفعني انا ما تنرضاش علاش ولفتو ما تيردش عليا ياك اين فوا ما ترد عليا هزيت انا ضربته بطبصيل ياك ولا هو دفعني عاوتاني انا هزيت مقله ضربته هزيت مقراش كنعطيه فهمتي كيفاش هو تيرد عليا انا ما تنرضاش زعما كنقول له تبدلتي علاش كنتي ما كتردش عليا كيقول حاشاك واش انا داك الحيوان باش ما نردش راه دسلتي عليا بزاف كنقول في الاول راكي صغيره ما نديش عليك ماشي مشكل وكيبغيني كيموت عليك كيقول لي ما نديش عليك وهذا كنقول لك ما غير قنطياك ما هذا اما قال لي دابا راه بسلتي بزاف ياك قال لي شوفي
الطلاق الا بغيتي تطلقي انا خصك غير تطلقي ياك. وقال لي انا ودابا المشكله هو باش كيفقصني كيتعامل معايا بحال شي دكتور نفساني ماشي راجلي. تيقول لي انا غير خصك تطلقي، ماشي انا قلت لك راكي كتبغيني كتموتي عليا، خصك تطلقي ودوزك هذه الحاله اللي راها جاياك وتندمي. واقعيا فهمتي كيفاش؟ هو كيهضر معايا بحال قلت لك شي طبيب نفساني كيهضر معايا ماشي راجلي، كيقول لي شوفي انا راني خصك تدوزك هذه الحاله وتندمي. تيهضر معاك بحكمه. وما قاليش تي انا راني نطلقك راه ساهل الطلاق، راه قال لي انا راه انا بغيتك بغيت نجمع داري، قلت زعما الا طاحت مرتي في هذا الاكتئاب وهذا فهذا ما نخليهاش. ما خلى شتي داك الراجل اللي ما سمح ليش ما نكذبش عليك. شتي ما خلى شتي زبل هاد الفلوس باع طوموبيلته باش 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 ما خلاش طبيب نفساني فقارير اللي ما دانيش لعنده. او كيقول لي طبيب نفساني وانا الطبيب نفساني في ديك الوقت كيبان لي عادي يضحك عادي يتفلى. تيقول لي يا ودي واش لقيتي راجلك ما انسكو كيقول لي جايبك الطبيب نفساني باش ما تطلقيش؟ قال لي راه شحال من وحده كيقول لها قول لها زيدي. ياك قال لي واش انت كيقول تقولي له طلقني وجايبك الطبيب تيخسر عليك الفلوس باش تقولي له ما تطلقيش. المهم ما خلى الطبيب والو ما قضى فيا حتى حاجه ديك الوقت، انا كيبان لي غير داك البرهوش ما نكذبش عليه. صافي واحد النهاريات جاني داكشي بحال الاكتئاب، واحد النهاريات طحت ياك. طحت هكا تنبكي راه ما تعرفنيش، كنت مخليه النيفول عيني مشاهد لك تصور الليل كامل وانا تنبكي. شنو الاحساس اللي جاك فاش طيحك في هذه الحاله ديال البكاء بهذا الشكل؟ تنبكي بواحد البكاء هيستيري، علاش؟ تخلط عليا الندم، تنخاف ذنوبه ياك؟ تخلط عليا انني كنبغي الاخر. واخا ما كنتش كنبغيه هذيك قلت غير بحال دابا راني كون كنبغيه غنبقى نبغيه حتى دابا. لا التيار اللي كان بحال المراهقه جاتني عاد جرفك داك التيار ديال واحد لقيته هو ما كانش هو سد هذاك شي شويه الفراغ. اي دابا هو فاش ما كانش وما بقاش عاطيني لقيته بحال الاول وداك الشيء هذاك لقيت فيه داك الشيء اللي بغيت. ياك ديك راه كيزويونه وديك هادي ويلي كي دايره وهذا، وانا ما كنتش كنسمع منه في ديك الوقيته ديك الهضره ياك. يعني قلت لك تخلط عليا كلشي تنبكي، قال لي غير قول لي وجا تصور عمري ننساه زعما تيجي عندي تيعنقني تيقول لي شوفي ها قولي لي مالك عافاك والله ما راكي عاديه سليمه والله ما راكي عاديه. ياك تيقول لي شوفي كيم ياك انا ولفتيني في قمه طحتي ولا فوق ما مرتي انا تنوقف معاك، قال لي حتى دابا غير قولي لي مشكل كل ما تنوقف معاك. تصور الراجل كنضرب فيه وما تنخلي ما ندير له ما تنخلي ما نسب فيه ما نخلي ما نعاير فيه غير اللي نسيت. عمره لحد الان اهرب عليا الضرب ياك. بصح لحد الان عمره جرحني بهضره وحده ولا يعيرني هضره وحده ما عمره. انا ما خليت ما سبيت فيه غير اللي نسيت غير اللي نسيت. من الكبيره للصغيره وتيقول لي الله يجازيك بخير اودي الله يجازيك بخير اودي ها اودي فاش النهار الاول فاش ما بغيتينيش كاع ما تزوجيني باش ما تعايرينيش كاع. ياك وكنقول له النهار الاول ما كنتش دايره نظاظر دابا درت نظاظر النظاظر ديال الهبال ياك. المهم قلت لك جا لعندي في ديك الليله ما عمري نسى ديك الليله تصور الراجل باش تصارحوا مرتو بانها كتبغي واحد اخر ياك. باش غادي يكون رد الفعل ديالو. عرفتي اختي وحده اللي هي التويمه ديالي ياك. هي الوحيده اللي كانت صاحبتي هي اللي قلتها لها ياك. وعارفه بانها هي بعقلها قالت لي شوفي سعيده سليمه ماشي مشكل ماشي مشكل، حنا اللي نتمنى انك تكوني فعلا ان شاء الله بقيه العمر ديالك في سعاده كامله ان شاء الله ياك. قالت لي شوفي انا نقول لك راه غادي شي يكون شي واحد اخر كان قالت لي كنقسم بالله تيدير لك الشهاله انت لا والديك ويردك قالت لي يا لداركم لا انت لا بقرايه لا براجل. قالت لي وي شوهك وتما ما كاينش اللي يديها فيك الا عرفوك راكي انت اللي خرجتي على راجلك، خاصة انت في منطقة صغيرة وربما عندهم اعراف اجتماعية ومحافظة وكثرية حنا الشلوح لا اله الا الله راه شوية شوية ديال هذا كيبخر ياك. المهم بقات كتهضر معايا وكتعطيني في الهضره من بعد بصح من بعد عاد قلت لها داك المشكله ما في ديك الاول هو يعني تصور كون هو يعني في ديك اللحظه غادي يقول لي شوفي لا بال معايا مزيان غادي يقول لي غادي تجمعي حوايجك نديك لوالديك. هو ما قال لي لا هادي لا هادي لا هادي لا هاديك. تصور شنو دار ليا؟ ايه
غير انا الحاجه الوحيده اللي لحد الان ما صرحتوش بها وكنتمنى ما يعرفهاش ياك وكنتمنى ما يكونش كيتصنط ياك هو انني ما قلتلوش بانني يعني كنت هو الاخر كان عارفني بانني كنبغيه لا قلت له غير انا اللي كنبغيه بصح الاخر كاع ما فراسو غير انا دابا بجهد خليتيني وداك الشيء الشيطان لعب ليا بعقلي بلاخر بانني غير كنشوفوك يعني كيعجبني من يعني باش يعرفه هو لا صور بلاص ما يضربني انا ناض هو تيضرب فراسو تيبكي تيطلق الدموع بحال المراه علاش واش درت لك علاش واش هذا هو الا درت فيك شي عيب قولي هاليا واش هذا هو التعامل اللي كنت كنتعامل معاك واش عمري خصيتك شي حاجه واش الا طحت انا في هذه الخدمه هذه صعيبه وبعدت عليك هذا هو الجزاء ديالي لا ياك عرفتي كيقول لي وانا تنبكي تيقول لي وانا تنبكي تيقول لي وانا تنبكي تي اعطاني الهضره ديك الليله حتى شبعت بصح كلشي غير بالصواب هو ما يعاير ما حتاش هو كيعطيك الهضره غير بلاتي احسن المهم بقى عليا وفي التالي قلت له شوف حتى انا دابا هاني قلت لك شنو المشكل ياك قلت لك شنو المشكل باش ما تبقاش دايخه مالها هاد المراه وتبقى تديني للطبا وهذا تقول مالها هاد المراه ما بين الليله ولا الضحى ولا كذا قلت له شوف انا قلت لك شنو كاين باليستي هي غادي نجمعها وكل واحد الله يعاونو او الناس باش ما ندي ذنوبك ما تدي ذنوبي youtube.com/mfmhd انا معاك عفاك عليك تقطع لا لا ماشي مشكل انا معاك الو وشنو كر شنو كر الفعل ديالو هو ديك الساعات في ديك اللحظه تصور جا لعندي ياك وشدني بحال هكا فراسي شدني بحال هكا وعنقني لعندو وقال لي يا شوفي انا خوك انا باك انا راجلك كون درتي شي حاجه هكا وانت ما مزوجاش باك ما غاديش يلوحك حتى انا ما نلوحكش يلا عرفتي قتلني قتلني بديك الهضره ما كتبش عليك يعني تصورت غير يضربني ولي يقول لي هو يعاون ولا شي حاجه ما فاش قال لي حكاك قتلني قتلني بالبال فهمتي قتلني اكثر من اللي يضربني حسيت بواحد الاحساس اللي يعطيه لشي واحد ياك قال لي انا ما نلوحكش قال لي شتي انا ياك كنبغيك وما غاديش نخليك وهذا الشيء انا عارف انا عارف كتبغيني وعارف بان هذا الشيء كامله الشيطان ود الحرام هو اللي لاعب لك براسك باش نتفرقوا باش هو يضحك وتيقول لي الاحاديث ديال الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي راه فاش كيفرق واحد جوج كيفرح وتيمشي يجلسوا فوق العرش وكيدير له التاج فهمتي قال لي هذا الشيء علاش باغي وانا ما غاديش ندير له الفرصه باش يوصل لهذا الشيء انا وياك حتى نموتوا ياك شدني المهم قال لي شوفي باغياني قلت له انا في هذه اللحظه ما عارفه واش باغياك ولا لا انا بايخه في هذه اللحظه ياك قال لي انا غنوقف معاك حتى تعرفي شنو كديري قال لي شوفي انا اللي نقول لك داك السطح اللي هو تيعمر ياك معاه هو دري صغير يعني كيخليه يطلع للسطح ماشي مشكل ياك قال لي داك السطح اللي كيعمر انت ما غاديش تبقاي تنشري انا اللي غنبقى نشر باش ما تشوفيش ياك داك الباب ديال الدار ما عندنا الباب ديال الكرياج ياك الا داك الباب ديال الدار تبقاي تسدي حتى ديال الداخل ولا ديري ريدو ياك ولا غندير ريدو باش حتى طالع في الدروج ما تشوفيش ياك الشراج ملي عندنا الباسيو مع بيناتهم كاع تيسدهم تصور ولا تيسدهم ياك باش ما تصور شي راجل يبقى يدير هكا غير باش مرته ما تسمعش هذاك باش ما تبقاش حتى تبغي راه انا كنتفكرها والله ما عرفت محال واش شي واحد يديرها مع شي وحده راه طحت فيه زعما نيت ولد الناس ولد الناس ولد الناس الواحد ما عرفت ما عرفت المهم انا غير هاد القضيه ديالي محال واش يتحاس معاه الله غادي يدوزوني حتى للجنه ما عرفت ياك كيفاش انا واخلص كل الاعمال بيد الله سبحانه وتعالى داكشي اللي قلت لك زعما يعني بالنسبه لداكشي اللي تيدير معايا انا لا اله الا الله ياك صلى الله سبحانه وتعالى المهم قلت لك دار معايا جميع تيقلب على الكره حتى حفولو رجلين غير باش نتحولو من ديك البلاصه باش ما يبقاش نشوفو ياك قال لي شوفي هبطي عند مالين داركم ولا شي حاجه على ما نلقى الكره ورجعي كيدير هادشي على قبلي باش ما نشوفوش باش ما نبقاش نبغيه نهار المهم سميتو ما بغيتش نهبط له قلت له انا ما نهبطش نبقى معاك ياك يقلب على الكره تيقلب على الكره تيقلب على الكره ما لقاش قلت لك النقطه ديال التحول شنو هي ياك انه تيدير معايا داكشي وانا انا في ديك الوقيته ما نكذبش عليك بلا ما نقول لك ديك المصطلح انا ما نسواش في ديك اللحظه
واخا دار معايا داكشي كامل وفديك اللحظه ما جاني ما تيسوى والو داكشي ما قدرتيش داكشي كله ما قدرتش جاني يلا يلا كتحسي بالاحساس بالذنب مره مره وصافي دابا دابا حتى دابا فهمتي كيفاش يعني استهنت بداكشي قلت اشنو كلشي كاع غادي يديروا الرجال كاع غادي يديروا هكا مع عيالاتهم ياك ما المهم ما عطيتش القيمه لداكشي اللي دار لي شنو نص انا شنو درت كان واخا هو فراسو هو كنكونوا خارجين ودابا راه فراسو ماشي بحال شحال اللي ما فراسوش كنكونوا خارجين وراه معايا ياك وكنبقى نشوفه فوقاش يغفل باش نشوف في الاخر هادشي كامله صافي هو فاش شاف بحال هكاك يعني دار معايا داكشي وانا ما درتش معاه يعني ما عطيتوش نفس التعامل صافي الراجل ما نكذبش عليك تعود في راسو هزيتي راجل ياك مشيتي درتيه في المصنع تقلبتي رديتيه راجل اخر لا فينا هو ذاك الراجل الحنين لا فينا هو ذاك الراجل الضريف لا فينا هو اي حاجه المهم كان لا ما نفع لا لا ما نفع اللي نتلفع الصلابه ياك تقلبات فيه خايبه صور كيجي معاه هذا ديك اللي يجي ويكلم عليا ويبوسني في الراس ويبوسني في يديا ويقول لي توحشتك ولا ما بقاش كيدخل السلام عليكم يبوس الوليد ويدخل ياك ولا تيقصح معايا الصلابه ولا تيقصح معايا انا بهكاك شوف الزيغه ديالي ماشي زعما قلت الله ينعلك الشيطان زدت كنتصرع فهمتي كيفاش جيت كنضد معاه وليت ما بقيتش كنبغي ندير له الماكله ولا كناكل كنديرو تنطيب وناكل ولا بقات لي كنلوح على الطاس وباش ما ياكلش شوف الجزاء ديالو شوف انا زعما قداش ما تنسواش شوف الجزاء ديالو تنطيب الماكله وخا تبقى ما نخليهالوش اللوحه في الطاس وهو يمشي يضرب تماره ويجيب لي ما ناكل ويجيب لي اللي بغيت وفلوسه هو كيتلاحو في الطاس نط المهم واحد النهاريات اللي نيت غادي الدار بوم ياك واحد النهاريات في العشيه مع كاسكروت قلت له شفت شهيت اللانشون ياك سير جيبو ليا بلا عكس خلاص الماديات ما مروح يد ليا مشى واخا تقصح معايا لا الماديات ما تيحيدليش مشى هزو جابو ياك درتو في الباكيط بحال هكا انا ولدي كليت وشديتو خبيتو قال لي فينا هو داك لانجون بغيت ناكل شويه قلت الله على كليتي شوف الزيغه دابا كنعاود لك على الزيغه اييه باش حتى سمعتني شي وحده وكان عندها نفس التصرف ترد بالها ما تزيدش فيه لا يطرى لها كيما طرى لي ما تزيدش فيه ياك انا راني ماشي زدت فيه انا راه كاع ما عرفت فين وصلت عرفتي بحال هذاك بنادم اللي ما عرفت ما عقلتش على ذاك المثال تنفكر المهم قلت لك حلفت له قلت الله لا كليتي تيقول لي او كما ينعل الشيطان واش كيفاش دابا انا نجيب من الحانوت وما ناكلش واش انا ما ناكلش في الدار قلت الله لا كليتي قلت لك ما تاكلوش هي ما تاكلوش هضرتي هي اللي تمشي قال لي شوفي راه ماشي يا سليمة زعما راني حنن معاك صحاب لك راني ما قادش على الصداع راه انا غير ما ولفتش بالمشاكل وما بغيتش نخرج معاك لشي حاجه اللي خايبه وانا كنبغيك كنقول خلينا بخير قلت له والله لا كليتي اشنو هو قال لي في ديك اللحظه اول مره تيرد عليا الهضره بلا هو اللي قلتها له تيديرها ياك يعني بالحب ديالي ماشي انه ضعيف لا حاجه واش يكون ضعيف هو ماشي ضعيف راه قاد راه ميال ميال للاطمئنان والاستقرار والسلم زعما الله يعطيك الصحه مسالم سيدي كيقول فادفع بالتي هي احسن هذا هو ياك الساعه هذيك فادفع بالتي هي اصلا ما صلحتش مع القلب ديالي انا ما نكذبش عليك ما صدقاتش معك ما صدقاتش معايا انا في ديك اللحظه ما نسواش ياك شد لانشون قال لي والله حتى ناكلو فيما بغات توصل يلاه قلت له ياك كترد عليا الهضره والله لا كليتي قال لي والله حتى ناكلو شهز شوف علاش كندابزو حنا شوف على حماق شوف على هبال شوف على قلة العقل ربي على اللانشون حنا مدابزين على البلادات وعلى العمارات وحنايا مدابزين على اللانشون واخ نض هز داك لانشون قال لي والله حتى ناكلو هزو بداك الغدايدي ديالو ياك تيبعض فيه بحال هكا وكيدير شي عبط ديال المجاهيل هاكا وكيعض ياك وانا تنطرو له من يديه وتيدفع لي وتنطرو له من يديه واحد الحاله واحد اللحظه هزيت المقراش عطيته له الراس المقراش دخل المقراش صور
بديك الجهد بديك الدقه دخل المقراش تحفر حبيت ديك الجهه اللي ضربته للراس صافي جهه للراجل هز المقله وحتى ليا اليد ديالها في كرشي ياك حتى طحت تصور اول مره تيضربني ياك طحت بديك حتى لي في المعده وديك الضربه ديال المعده قاد حياك طحت صافي انا ما بقيتش عاقله على راسي اون فوا ديك النوضه اللي نوضت ديك الفيقه اللي فقت ماشي الفيق زعما ونتكمش لا نوضت عاوتاني هزيت كرسي خبطتو عليه ديال صالون جيت تهرس هز هو المهم بقينا هاك 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 تكيسمعونا الجيران ياك كيعيطوا مالكم مالكم قلت لهم عيطوا للبوليس ويك ويك عباد الله كيقتل فيا شوف الظلم ياك واش كاين اللي جبدني شكون يجبدني انا اللي جبدتو ياك ويك ويك عباد الله عيطوا ليا عيطوا للبوليس راه كيقتل فيا ياك هبطوا دوك الجيران اللي منهم ولهم من هذا وني تقريبا نقول لي دابا الدار ولات عندكم بحر ديال الدم على خلال على هذا الحال اي ويلي كون شتي داك النهار انا مدرقه في راسي وهو مضروب في راسه واحد الحاله واحد الحاله فينا هو الحب فينا هو فينا هي الرومانسيه فينا هو الورد فينا هو لي كادو فينا هما نونوس ديالي فينا هو السوسو ديالي فينا هو ياك المهم بقات ديك الحاله بقات هكاك 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 نط المهم نض دوك الجيران اللي فوق منا نيت لي ولدهم هذاك ياك هبطوا بلاصه ما يفرقوا تيتفرجوا فينا تيتفرجوا مع الباب ديال الكرياج كيتفرجوا والله ما كيقولوا حبسوا ولا يجيو فرقوا ولا نو كيتفرجوا فينا عرفتي انا في ديك اللحظه بقات لي الحركه نقول ويلي صافي الله انا كنعيط لهم باش نشوه راجلي وفي التالي ماشي حتى فرقوا ياك المهم شوف باش تعرفني في ديك اللحظه كنت حمقى ضربته ياك وضربني وصلنا لديك الحاله وتشوهنا فاش طلعوا الجيران قلت لك يتفرجوا حتى هي وطلعوا ياك ودخلت للبيت مشيت كنبكي عليه كنقول له عافاك كنبغيك بقى معايا ما تمشيش للخدمه شعلاه بال ربي كي جيتك دابا انا واش ماشي حمقى لا ماشي كاع لدرجه حمقى ولكن للاسف هي كان الانسان تعيش على واحد الاضطراب ما عرفت اضطرابات ومشاكل نفسيه عميقه جدا في الحقيقه كنعيط عليه تنقول له عافاك كنبغيك كنبغيك بقى معايا يقول لي بعد مني واش درتي لي الشو ويك انا ما عمرك تشوفي مازال هذا الوجه هذا وحتى هو ما مولفش بالشهات فهمتي كيفاش وحتى ما مولفاش بالشهات مي في ديك اللحظه عول على اي حاجه هو ما رضاش هز هذا الطوموبيل ديالو ومشى ياك وتبعته للزنقه في ديك الحاله وتنقول له عافاك ومشى ومشى صافي انا كنبكي ودرت حاله وعيطت على ماني نضار ويك ويك وتيضربني وتيدير لي وتيفعل لي وتيترك لي وقلبت عليه القفه كامله وراه هو اللي ما بغاش يدير لي وما بغاش قلت له جيب لي هذه ما بغاش ودبزنا على الولد علوه شوف كان ضربته شويه كان بغيت شويه عاوتاني كذبت عليه بالفعل حاله فصام صعبه جدا شويه عاوتاني كذبت عليه وقدام عيني من بعد فاش جا وداك الشيء قدام عيني وكنقول له اياه عاد درتي لي ودرتي لي انا ما درت لك والو وقدامه قال لي شتي يا بنت الناس اش نقول لك ياك قال لي طلق عيط ما نهرب منه هو اللي غادي يكون تصور مشى دار الدعوه ياك مع عقد الدعوه تجاتني في دارك اين فوا جاتني الدعوه اش نقول لك عرفتي تحشوا لي ركابي برتي ديك الزيغه كامله مشات ديك الطيران كامل وما بقاش وليت كنطلب السلاب العنب وليت كنطلب غسلك علاش الله اعلم ياك طلق لي بغيتي انا لا ايوا هو صافي والمشكله انا مازال معايا ولد الناس حتى لاخر لحظه عرفتي شنو قال لي قال لي شتي انا غير ما تكرفتيش انا ياك درتي فيا هاد الحاله قال لي شي ما تكرفتيش انا غنكري لولدي ونصرف على ولدي من وصول للمحكمه لا حتاش نطلقوا اتفاقي وانا بدا تقولي للمحكمه لا مصروف لا حتاش انا نحطو لك اللي بغيتيه انتي الاخر لحظه مازال معايا ولد الناس اش درت انا جا واحد الناس من الخدمه تنبوس له برجليه وبراسو وعافاك والله ما نعاود وصافي وراني كنبغيك وتنحماق عليك وانا 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 وتنبوس له في الراس وفي اليدين وفي الرجلين ما خليتش تنبكي بغيت نحماق ياك
تصور شي ساعتين وانا تابعها في الدار من بيت لبيت. youtube.com/mfmhd حيت هو انا عارفه بانه كيبغيني فواحد اللحظه ضعف وعنقني وقال لي وعلاش كديري لنا هذه الحاله حشومه عليك انا شقيت وصلينا حتى لديك الحاله وتجي تقي ديري لي بحال هكا علاش واش دابا كتلعبي بيا واش تحيت كره ياك الو انا كنسمعك ياك قلت لك المهم قال لي واش تحيت كره ياك انا في ديك اللحظه انا والله يا خويا مصطفى والله تنعاود لك بحال اخويا وحق صيدي ربي في ديك اللحظه والله انا ما عارفه شنو كان ندير والله راه والله الا تنفكر داك الشيء راه تيجيني بحال الهبال ما عرفت شنو كنقول له صافي المهم باش ما نطولش عليك بقى هكا بقيت كنحذر فيه حتى مشى حيد ديك الدعوه ياك ما حيدهاش ربي حتى ضرب نقص من ديك الدعوه وخلاها كت جلسه على جلسه كل مره كيعيطوا كيدير الغياب بقات في الحفظ ياك واحد النهار المهم وطرات الشوهه عرفتي تصور اخويا مصطفى انت خارج حدا الجيران هم اللي كانوا بالمقارش وبالكراس راهم خارجين يد في يد ويلي على فضيحه عرفتي راه لا يعطيها لشي واحد عاوتاني راهم ومن بعد هادشي بقيتي متبعه مع الاخصائي النفسي اللي كنتي كنتبعي معاه لا قطعت معاه في ديك اللحظه رانا غير كنضيع الفلوس كنجلس معاه شو كنقول الله يعاود ايوا كنقول له الهضره ما كتدخليش مخي انا كنقول له بغيت نطلق بغيت نطلق وصافي قلت لك المهم شوف راه هاني جايك الهضره راه مازال القصه طويله راه مازال ما بغيت نحشم مرحبا مازال ما بغيت نحشم قولي لنا نط المهم احشم الراجل وحزرته وما خليت ما درت له كل شيء وحشم مسكين وما كل شيء واحد اخر الله لا حشم صافي دار وصلت لهذيك الحاله صافي مسا احشم مسكين ودار كل شيء جات واحد النهار كيعيطوا له في الخدمه تعيطوا له هذا قال شنو هذا وصلت الخدمه الدعوه بانه ما يحضرش ياك وما رضاش حدا صحابو قال لي شتي كيما كان الحال الجيران هاد العماره نقدر نبدلها وما يعاودوش يشوفوني راه اكادير كبير ولكن الخدمه راه الخدمه قال لي يا راه قال لي الخدمه راه ما عمري قال لي شتي نسمح حتى نسمح لك ما عمري كيما كنت هز راسي قدامه ومتعيطوا لي كيقولوا لي ما مزوج غير انت وفلان وانتوما اللي عايشين فرحانين حتى كيشوفونا خارجين ويشري لي الورد ويشوفوني لابسه ومقاده وهو لابس وقد كيقولوا شنو هو هذا الكب الواعر ياك باش كنقول للناس شوف عندك شي وحده دوز مسكينه لابسه جليليبه وراجلها على قد الحال دوز تشوف شي وحده الطوب في الباس والاخر الطوب في الباس تقول هادو راهم والورد وداك الشيء تقول شو كي دايرين على كوب اللي كيبغيها وكتبغيه راه ما كاينش اللي كيعرف ما بين الراجل والمراه غير الله شوف الدار ما تبقاش وتمشي للدار ودابز مع راجلها تقول له شوف هذيك كي داير لها وشوف حتى وحده ما دير هكا الا سمعوا مني حيت انا وياه فاش كنخرجوا والله حلفتي علينا الى احسن كوب في العالم وفي الدار حنا اللي عارفين شنو كيطرى واحد ما ينعس حدا واحد كل واحد في بيت بعدا مع العلم من شهر 11 عمره نعس معايا في بيت وحده ملي كنت ما كنتوش كتجمعوا يعني في واحد الوقت لا انا ملي ما كنبغيش كيبقى تابعني مسكين في الدار يدي وسات شي تبعني ما كنقول لهش غير تحيد من هنايا ولا غندير لك الشوهه ويقول لي لا غير الشوهه بنقص ويمشي ينعس بوحده اجدد الشهاك ويقول لي ويمشي نحس بوحده وبقى تابعني هكا تصور من شهر 11 حسب انت من شهر 11 شهر 6 نعم حتى طرات ديك الشهاك ياك نعم عاد وليت كنعس معاه عاوتاني شي سيمانه معاه في نفس البيت نعم ياك داز عاوتاني ديك السيمانه دخل رمضان تعقل هاد رمضان اللي فات ايه جاني في ثالث شهر 6 ياك نعم ايوا تجي تشوف رمضان فينا هي سليمه اللي كانت كتختم جوج مرات القران في رمضان وكانت تتعبد الله سبحانه وتعالى وكتقول هذا هو شهر المغفره اجي تشوف السبان في رمضان وتجي تشوف الناس تيتحروا حنايا مقاتلين مالكم عاوتاني على والو انا نقول لك عاوتاني نط عليا التهجيجه ديك اللي كنقولوا لها حنا التهجيجه كتقولوها حتى نتوما الحاله ياك تصور تنحلف ما ندير الفطور ياك دابا يهضر معايا دابا وليت كيما كيقولوا دابا بجهد ما بقيتش كنبغيه ياك وليت كنقلب له غير على النقشه دابا الا هضر غير مع الولد قال له غير علاش توصل لي يا ولدي وتصور غير
الزيت الا ما حطاش في بلاصه علاش ما حطيتيش الزيت في بلاصه الوساده الا ما داش بلاصه علاش موضع نعم للاسف هو هذه بعض الصور النكديه اللي كتكون نتيجه يعني واحد من الاطراف اللي كان عنده في بعض الاحيان يعني مشاكل نفسيه واضطرابات وحتى مشاكل نفسيه اللي كتقدر بعض الاحيان تكون عميقه جدا فيها الحالات الهيجان العصبي وفيها ايضا الاضطراب العميق اللي كيكون نفسيا اللي كيمكن يوضع الانسان في حاله فصام في بعض الاحيان كثيره ما كيعرفش شنو باغي ولا تيولي تيرسم الاشياء من حوله هو كيف باغي يشوفها لا كيفاش ما هي في الحقيقه ولا في الواقع يمكن كثير من الامور اللي حقيقه حطنا بها هذه المستمعه سليمه ولعلها يمكن توضع لنا بزاف ديال الازواج اللي هما مقبلين على الزواج في الصورة ديال كيفاش يمكن يكون استحضروا جانب التأهيل النفسي شكون هي هاد الإنسان اللي غتكون رفيقة الدرب ولا شكون هو هاد الإنسان اللي غيكون رفيق العمر مرحلة العمر ديال الحياة الزوجية من حيث سلامته النفسية ومن حال الضبط ديالو للنفس ديالو في كل موقف ولا في كل واقعة ولا علاش هو مجوج ولا علاش شنو هما الخصوصيات والمياسم ديال الحياة جوج الناس مزوجين علما الفارق اللي كيمكن يكون بيناتهم اللي في أحيان كثيرة بعض المرات كيمكن نقدروا نتكلموا على الترتابة اللي كيمكن يعيشوها الأزواج حيت حاطوا نفسهم بواحد ربما ما كيمنحوش لنفسهم فرصة كبيرة في تحيا حياتهم الزوجية باش تكون بعيدة على هذا النوع من الرتابة وربما حتى الاستقرار النفسي اللي تقدر يكون مساعد في أنه تخلق لها بزاف المتاعب. هذه سليمة وهذه بوحة ومن دون شك يمكن يكون استفدوا منه للأباء اللي باغيين يزوجوا بناتهم ولادهم ولا حتى الزوجات اللي هما مقبلات على الزواج في السن اللي كانت تزوجات فيه سليمة أو لا في كبر منه بشي شوية ولا حتى الشباب اللي كيمكن يصادفوا مثل هذه التجارب الزوجية في مثل هذا العمر. لا سليمة مرحبا بالرجوع ديالك. عرفتي راني متكية على البورتابل غير باش نكمل. مرحبا. حيت الشيء إلا ما عرفتيش شنو طرا من بعد راه بحال والو. مرحبا. فين وصلت لك ربي فكرني. وصلنا في رمضان اللي عاوتاني ناض بيناتكم عاوتاني الصداع. قلت لك ناضت عليا عاوتاني ديك الحاله قلت لك على قل من هي حاجه اللي ما يدبزوش عليها الدراري الصغار انا كنوضع ليها الحيحه وتشوف الطباط اللي كيتهرس وتشوف الحال او غير انا بوحدي انا كاينش اللي كيهرس شي حاجه غير انا انا اللي تنهرس حتى انا كنوض فيه جنون 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 عاد كينوض لعندي عرفتي صبر لي فيه صبر لي تصور لواحد الدرجه كنبقى قلت لك كنحلف ما ندير الفطور ياك كينوض كيجي مسكين من الخدمه ياك المغرب كتود من السبعه واخا حنا عرفنا عافاك حنا عرفنا في الاول باللي كان السبب ديال هذا الشيء هو انه كنتي كتعيشي ربما بالمخيال ديالك مع واحد الشاب اللي هذا الشيء هذا في المره الاولى دابا هذا الشيء علاش وليتي علاش مثلا علاش تطورت الامور بيناتكم انت وليتي عاوتاني لهذا النكاد في رمضان هاني مثلا كان هذاك في ديك الوقت مثلا كان بغير راني مازال تنشوفو ساكن معانا في العماره اييه هاد اللي ما تنشوفو واخا هو دار معايا انني نزار وما بقاش نهذا وهذا ينفو هو ما تيكونش ولا شي حاجه كنخرج للحانوت ولا شي حاجه كنبقى نشوف داك القند فاش كيكون نشوفك كنشوفو فهم انا دابا راه كنعاود لك داك الشيء اللي كيدور لي في مخي اييه 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 ماشي كنعاود لك غير شنو كيطرا فهمتي كيفاش تصور خاصني نشوف في المرايه 20,000 مره عاد باش نخرج باش علاش ماشي من بعد ما كنت كنتقد لراجلي وهذا باش نعجبه هو لا كنشوف باش نعجب الاخر فهمتي كيفاش اييه فهمتك المهم باش ما نطولش باش ما يتقطعش عليه تعاود ثاني مره اخرى قلت لك داز رمضان تصور كيدير الفطور ونكبلو جافيل في وسط الفطور عرفتي وصلت لواحد الدرجه الهبال نجد جافيل ونخويه له في وسط الفطور يضرب فيه ثاني راه ويطيب ويقلي وثاني نخويه له ونقول له واكل واحد النهار يا صافي فاش كندير له هكاك نض بدوك الجنون شدني عضني في العنق ديالي من هنا عطني قال لي اولي اش بغيتي عندي علاش كديري لي هكا واش دابا انا جيت داير التمره وتندير الفطور باش تاكلوا نتوما وتفطروا وجاي من الخدمه ومازال زايد لي حكب لي جافيل وعيط عليهم وتيقول لهم وديما نفس الحاله تنقلب عليه الصباط ديما هو اللي داه ياك
صافي المهم تعنك استحالت العيشة بيناتنا ياك اش نقول لك العيد الصغير وجدت ما خليت ما درت الحلاوي والطبلة عامرة وهذا وحارة المعيشة ياك لقيت ليه الصباح صافي قلت لك الراجل تقلب ياك قلت لك الراجل ما بقاش بحال شحال هذه هي ما هي صباح اي صلابة صافي ما بقاش صافي حتى هو ولا كيقلب على اي اقل ما هي حاجة تصور الولد لابس حويجات ولابس هذاك الشيء ولابس واحد القوينيجة والدرج صغير ولد عامين ولا كيحل القميجة بحال هكا قال لك ما بغيتهاش ياك ضربوا بطرشة قال له علاش ما بغيتهاش واش مضيع فيها الفلوس انت من بعد ما ذاك الراجل كان ولده هو عيني ما يزوج ولا دابا تيرد جنون حتى في الولد فهمتي كيفاش يعني ولا كنت طالع عندو قلت له علاش ضرب ليا الولد ومن عاوتاني والعيد الصغير دوزناه كحل ما فيه ما يتشاف ما فيه ما يتشاف ديال داك العام ياك اييه ديال داك العام ياك انا تنسمع الناس كيضحكوا وهذاك اللي باليني وداير ليا حاله راه تيضحك مع والديه وهذا وانا راني في تماره ياك ناض بديك الجنون اللي دابس معاه في العيد وما خليت في البيت وما خليت ما ضربت فيه وما خليت هز والله ما عقلت حتى بجهد المشاكل ما عقلت باش ضربني لرجلي حتى تفدعت تفدعت لي الرجل فهمتي كيفاش تلوات لي ديك الرجل صافي طحت كنبكي وكنغوت وهذا كنبكي هذا نهض كنقول له غير جيت تديني الطبيب ولا نعيط لشي واحد يديني الطبيب ياك ديك اللحظة هو راك عرفتي الإنسان مدابز معاك وهذا راه غير ولدك ديك الصفة ديال أنه الله يعمر هدر اللي داني الطبيب وكل شي واحد آخر صافي ضربك يخرج صافي بقى يعني ديك الحالة راه الإنسان ما تيعرفش أش كيدير عرفتي واحد الحالة راه الغضب نيت الحد ناض المهم داني الطبيب ياك أنا نقول لك أشنو طرالي مع الطبيب عاوتاني أما زي ما بغيت نحشم الطبيب براسو مشيت لعنده ياك هذا الطبيب العسكري ماشي سيفيل هي مشيت لعنده وقالت قال له مالها هو ينطق ما بغاش يقول له ضربتها قال له لا راه سميتو تفدعات في الدروج طاحت تلوات في الدروج ياك ما تيرضاش زعما يقول ياك ناض المهم بقى قال لي هذه ماشي الفدعه هذه بحال شي حاجه نزلات عليك من الفوق ماشي الفدعه هذه ياك وين بقى كيقلب لي رجلي بحال هكا هو اللي دار لي هذا قال له خرج لبرا على حساب الوليد باش ما يشمش ديك الريحه ديال الطبيب ديال السبيطار ياك وهو شتني الطبيب عرفتي شنو قال لي قال لي شوف اجني الصراحه هو اللي ضربك ياك وانا نقول له قلت له بصح انا ما بغيت ندير لا رابور لا حتى صافي انا ماشي مشكل ياك هو يقول لي علاش ما ديرلوش رابور تصيفطي مول الحبس راه كاين اللي يتمناك شي كون لقيتك انا كون تعيش عندي اميره يعني عاود بدات تيفتح لك حتى هو بيبان اخرين اللي ما بقاش كيبان قال لي تيعطي ربي الفول اللي ما عنده دراس لا استغفر الله العلي العظيم الله سبحانه وتعالى وشوف شوف كل شيء كيدققوا كل شيء كي استغفر الله حاجه ولله الحمد لله كل واحد واش قسم له ربي اقسم ربي تولي كيمنح وكيعطي ولا يمنح لك الراجل شتي انا راجلي يستاهل المحسن ولكن انا كنعاود لك على فديك اللحظه اييه ديك اللحظه ما نكذبش عليك ويلي راني حاسه براسي راني فوق البساط نتاع الانديباد راني شي حاجه الطبيب الكولونيل بصفه قدرو كيقول لي راه ما يعطي ربي الفول غير اللي ما عنده دراس استغفر الله العلي العظيم قال لي ويلي قال لي واش كتشوفي راسك المرايا قال لي لا علاقه بينك وبين واش كيدير انت وشوف هو كيداير قال لي وصبر على هذا الشيء قال لي اسفتيني بزاف قال لي شتي كون هكا مهلي فيك نقول بعدا مهلي فيك قال لي انت شوف كي دايره وما مهليش فيك وجالسه معاه ودي خليني ندير لك رابور يصيفط مو الحبس انا متهلا استغفر الله العلي العظيم بلا مو ولا با الله يعطيك الصحه لا هو زعما هكا كيدير لي كيقول لي فهمتي ماشي انا اللي قلتها هو اللي كيقول عرفت غير ما اسمح لي هو يقول لي قال لي انا متهلا فيك ياك شوفي التهلو راه ماشي زعما هو مجوج لا تهلا فيك باش قلت باش ما قبلتي ديك الهضره قبيله قلت على اياد واسمح لي ما قال لي قال لي شوفي ها كاين النيميرو ديالي ياك اكتبوا لي في هذا قال لي ها النيميرو ديالي قلت له شوف انا دابا لابسه البيجامه ما عندي فين نديرو حتى انا عجبني الحال ياك قال قلت له دابا ما عندي فين نديرو شد المهم قلت له دابا اسمح لي ما عندي فين نديرو جيت خارجه ياك الراجل قلب لي فيه السداد حنا ما دار والو يلا صافي هاد الدواء اللي دير لها هذا كذا وخرجنا حنا ما دار والو داك الطبيب حنا ما قال والو بحال ما حتى حاجه خرجنا مشيت انا بقيت كنفكر في الدار ويلي كاع هاد الناس باغييني وانا جالسه ما تمين بيا وغادي كاع هاد الناس انا كيحماقوا عليا وانا جالسه هذا
ويلي هذا شوف كيدير وهذا كيدير وهذا كيدير وانا جالسه مع هذا فهمتي الشيطان تيدور لي في الراس. صافي شنو درت نط مشى هو كان جا واحد الخرجه لبرا ياك خرج لبرا المهم كانوا مشاو لالمانيا ولا داكشي ياك خرجوا شديت انا باليزتي شديت حوايجي جمعتهم فونيت عليه قلت له انا راني ماشيه الله يعاون نتلاقاو في المحكمه ياك هزيت راسي مشيت انا وولدي باش تعرف الهبره ديالي عرفتي تصور ماشيه في الكار نشوف شي واحد ونجلس نعاود له نقول له ما انا راني نطلق زعما هضر معايا واش فهمتي كيفاش؟ اي فهمت واش فهمتيني كيفاش كيدايره الوضعيه؟ فهمت الفكره ديالك فهمت الفكره ديالك وصلتك لدرجه انك بغيتي فقط غير اللي يتكلم معاك في ذاك الوضع ويقدر يعيشك شي بحال ديك المراهقه اللي كتقلب غير يقول لها اشكون بغيتيهم كلهم يعيشوك في ذاك البساط اللي انت باغيه انا باغي انا ما باغي حتى واحد فيهم باغيهم كاملين اييه راني جايك المصيبه علاش وصلت لي المهم قلت لك ماشي في الكار وكنعاود تعرفت على واحد الجدرمي ياك تعرفت على واحد الجدرمي باغي حماق عليا هذاك قال لي هذاك انا نتزوج بك انا قال لي شوف غير قال لي تشدي براسك انا نتزوج بك قال لي وصلنا عليا قال لي راني قلتها لماما وكل شيء صافي المهم بقينا هكا جلست في الدار فاش وصلت للدار وبقيت كنعاود لهم المهم ما دخلت لهمش ديك الهضره الله غاف ياك كتعاودي لهم الصراحه اللي كاينه لا 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 تنعاود لهم الكذوب الكذوب اه دار ليا وفعل ليا وضرب لي ضرب لي الوليد وكذا 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 ياك نط المهم ما دخلت لهمش ديك الهضره الراس نط والدي يزعكوني زعكوني نيت أيه ياك باش يقرصوا لي زعما الودنين أيه قال لي شوفي youtube.com/mfmhd ما كتدخلش للراس وثاني حاجه حنا ما عندنا ما نديرو بك انت اللي بغيتيه النهار الاول دبري مخك ولا الا بغيتي تطلقي منك لهي فهمتي كيفاش عرفتي شنو حكيتي أيه. ديري أيه. ياك قال لي منك لهي حنا ما عندناش البنت اللي كتطلق أيه انا بديك تزعني في ديالي خلاص انا راني مزعنفة على كل شيء انا كل شيء دافع عليه كبير وحاسبة على راسي شبابي غالي حتى والديا زعما قلت علاش يقولوا لي هكاك ماشي زعما تكمش تمشي لشي بيت وسكت لا زيت علاش ديروا لي علاش ديروا الله هاد الوجع لا عاودتوا شدوه وكذا 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 هزيت الحوايج مرونين وكذا وشديت الطريق فين رجعتي؟ عرفتي فوقاش شوال بحال دابا ياك وشوال وكنت صايمه ياك تنصوم ست ايام ديال شوال ياك ومشيت بلا فطور صور مع المغرب قالوا لي ديك الهضره مشيت بلا فطور مشيت كيصونيو عليا تيصونيو عليا راه الوالدين واخا هكاك هذا ياك تيصونيو عليا كنقول لهم بعدا مني ياك ضحكتوني صافي سالينا كيقولوا لي غير رجعي وكان حتى يجي يديك راجلك ياك ماشي عند راجلك وحتى يجي يديك راجلك ياك على اساس هما غيبغيو يقرصوا لي ودن بس زعما راه ما غاديش تلقي واخا تجلسي قلت لهم لا كيقولوا لي فين قلت لهم في رماح راني غنشد الكار قلت لهم صافي راني شديت الكار فين ما كان ماشي سوقكم ياك مشيت انا راني ما في الكار ما حتاش مشيت عند مول لوطيل مشيت لوطيل المهم شديت لوطيل قال لي يا مول لوطيل عطيني لاكارت كذا وكذا قال لي مالك اختي على هاد الحاله ومع الشتا كانت كطيح وفي الزكت واحد الحاله والدري مكرفص وانا مكرفصه ياك في الجمعه ديال المسافره ديال نوض ونوض دخلت لوطيل المهم هو داك مول لوطيل عاوتاني بغا يدور بيا ياك ويقول لي مالك انا قلبت له الفيسه ما بغيتش نقول له كاع راني بنت ديك البلاد قلت له لا قلت له عنوان لا راني عقوزتي انا عايشه هنايا وزعقاتني عقوزتي وراجلي ما كاينش غادي هذا خاصني نمشي عند والديا دابا قلبت له فهمتي قلبت له الفيسه باش ما يعرفنيش كاع بنت من قال لي هذا قال لي وليني النمره ديال لاكارت ديال هاد المدينه فهمتي كيفاش؟ قلت له لا عنوى انا اصلا نهار بغيت نتزوج دات لاكارت هنا فهمتي كيفاش؟ صافي المهم وبقى عليا وهذا واليوم الا ما عندك باش تخلصي ماشي مشكل حتى الغدا وهذا بقى عليا بهذيك هذا قلت له لا غادي نخلص خلصت اليوم ذاك النهار والغد لي شديت الكار ياك عرفتي كي حالتي واخا مصطفى لهلا يعطيها شي واحد بحال شي واحد غير زايد ما عارف فين ماشي انا شاده الكار وما عرفتش فين ماشيه تلفة ما عرفتش فين ماشيه شديت شويه بني ملاه شويه شديت مراكش شويه شديت عاوتاني بغيت نطلع لكازا شويه عاوتاني صوناو عليه
ياك وتيصون عليا واخا ديك تماره وداك داك الشيء ديك الفضيحه اللي درت له في العيد وهذا تيصون عليا اودي الله يهديك اودي غير قولي لي فينك ياك ما بغيتيش تقولي والدي قولي لي قولي لي فينك غير رجعي للدار ونتفاهموك انا غادي تكرفسي داك الولد وغادي تكرفس عليك شي واحد ويدي لك داك الولد اودي اودي واش انا كنسمع لهم في ديك اللحظه راسي طاير راسي طايش في ديك اللحظه صافي مشيت شديت قلت لك هذا شديت لك اشنو دار ليا عييت ما نطير لاش رجعت رجعت للدار رجعت للدار هنا هي لدارك اش قلت له كيقول لي فين كنقول له عنوان راني في كازا وما راني في دارك كنقول له راني كريت صافي راني خدمت سالينا كل شيء سهل فهمتي كيفاش صافي ما تعاودش تدور بيا على اساس زعما يندم علاش غادي يندم تقول هو اللي دار لي شي حاجه راه ما دار لي والو هو اللي رد على راسو صافي غير داك الحماق ديالي في ديك الوقيته تيبان لي هو اللي دار لي رجعت شو سبحان الله تلقوهم قبل من الموعد اللي كانوا دايرين بحال كانوا دايرين لهما 3 شهور ولا شهرين تلقوهم غير في شهر جا المهم وهذا وقال قلت له عنوان وجا ولقاني قلت له عنوان راني جايه غير نجمع حوايج ونكمل ونرجع ياك وبقى كيحذرني وتصور دايره له ديك الحاله كامله ودايره ديك الحاله كامله عائلتي الكامله وكل شيء جاي الراجل من الخدمه تيبوس ليا في رجليا تيبوس ليا في راسي عافاك عافاك ما تخلينيش صافي انا راه غنولي معاك كيما بغيتي غير قولي لي شنو ندير انا اللي قلتيها لي نديرها غير ما تخلينيش ما تكرفيش هاد الولد ما ياك ما خلى ما رغب فيا قلت له صافي حيت انا تقهرتي عندك عييت منظور كنشوف غير اللي طامع فيا وانا نتكمش فاش تكمشت في الدار باش ما نطولش عليك بقينا دوزنا المسكين قال لي شوفي باش نبدلو الجو غادي نصفرك وهذا شفت 15 يوم ما خلينا المغرب كامل من طنجة وحنا شادين من اكادير طالعين حتى طنجة ما خلى لوطيل فين بيتني ما خلى الريستو فين طب فلوس نيت مزيان غير هادشي كامل غير باش ينسيني في المشاكل دوزنا داك الكونجي من داك الشيء الرفيع السن غير رجعنا عاوتاني بديتو نفس الحاله عاوتاني ولاني بقيت كنعل الشيطان شويه ماشي بحال شحال هادي داك الشيء ديال الطبعه اصلو هذا لا غير الغوات وكل واحد ناعس في بلاصه ياك شويه بشويه عرفتي باش جاتني الحاله من بعد عافاك فين وصلت لك دابا راني تنفذ باش وصلتي لي من بعد ما جيتو الكونجي رجعتو عاوتاني للحاله ولكن اشنو هذاك الشهر غادي يكون شهر 10 هذاك شهر 10 من بعد العيد وداك الشيء دابا من هاد شهر 10 اللي فات ياك شهر 10 اللي فات دابا حنا تقريبا غيكون داز دابا على هاد الشيء واحد 9 شهور هكاك من شهر 10 اللي فات البوناني داك الشيء ولا تيدير معايا فوق 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 النيت الطاقه ياك تيدير معايا جميع المستحيل وتصور كنخرج معاه في الزنقه راني بخير خارجين نتسالاو كنوصل حتى لواحد البلاصه كنقول له ويلي طلقني وعلاش ماشيه معاك ما دار لي والو 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 تيجيني داك الهبال صافي كينوض عليا طلقني ولا باس وفاش كيبغي يطلقني كنبقى نحذرو واش انا هبيله ما عرفت ياك المهم قلت لك داك كاملو اشنو درت قلت انا علاش غادي نطلق شوف اشنو دار ليا عاوتاني الراس قلت انا ما نطلقش خليه هو يبقى يصرف عليا وانا غنخرج ندير داكشي اللي بغيت شتي عاوتاني منين جاني الشيطان شتي منين دار ليا عاوتاني قال لي شوفي دابا جاك يتلقى صح وما غاديش تقدري تفرقي معاه خليه هو يدير لك ها هو مسمي راك راجل كلشي انت ديري داكشي اللي بغيتي وبقيت كنخمم اذا ندير الخطط بحال غادي راني غادي نحارب فلسطين غير انا وراسي هادشي غير انا فاصل وانا بيت في الليل بوحدي غندير هكا وغندير هكا وغندير هكا ياك المهم شنو قلت قلت بحال مشيت حتى خرجت مع شي واحد ولا غادي يشوفني غتوصلوا الهضره اشنو غادي ندير غادي نتعرف على شي بنت ياك نتعرف شوف راسي فين كيمشي دابا كنقول لك هادشي انت كتقمصي تنقول لك دابا انا هادشي باش تحس بيا باش كنحس فهمتي وباش حتى الناس اللي يعني يقدروا يسمعوني وهذا وتيطيحوا في نفس المشكل يعرفوا فين ماشي اش قلت انا فين وصلت لك بعدا وصلتي لنا بانه قلتي مع راسك دابا
علاش ما نمدلش الطريقه مادام انه فين وصلت بعدا غير في لوموا كاين شرع شرع قول شرع 11 يمكن غالبا شي حاجه اييه هكاك يعني بقيت هكاك اييه بقيت هكاك قلت شنو ندير انا غادي ندير هكاك نبقى نتعرف على العيالات اللي مزوجات ياك شي كوبل هكا شي كوبل صغير يعني ماشي الكبار اييه عندي هاد بحال صاحبتي وندور لها بالراجل اييه شتي شنو قال لي عاوتاني راه قلت له انا غادي نقنعو باش دابا فكرتي باش ما تكونش المساله مطوره بزاف وكبيره اللي يشوف وتولي تلعبي غير انا وياه باش حتى هو بغى يهددني يفضحني نفضحو حتى انا مرته يعني تلعبي انت قلتي تلعبي معاه غير في ديك الدائره الصغيره ما تكبريش اييه يعني. باش هو فيبقى يشوفني ماشي عند صاحبتي ولا هذا راها مجوجه وراجلها صافي يعني احترام وداك الشيء واخا واخا واش فهمتيني فين استوعبت لا استوعبت الفكره ديالك انايا فهمتي يعني القباحه اللي إيه فهمت الصلابه اللي وصلتي لها صافي واحد الدرجه راه لا اله الا الله راه ماشي بنادم انا ماشي هذيك سليمه ديال الشحال هذه نون واش هي استغفر الله وليت كنقول لا صافي وليت كنديرها عاش نيت كندير غير الحمد لله ما وصلتش لديك الدرجه انني نيت نديرها نيت فاصا فاصا هذا بحال تعرفت على شي بنت هكا حتى انا كنقني عليهم فهمتي كيفاش تنشوف كي ندير نتعرف عليها حتى كنتعرف عليها بحال هكا ياها بحال لاصال ولا شي حاجه ياك كنتعرف عليها بحال هكا ياها هو راجلي سلام لاباس ديك الضحيكه الاولانيه هكا فهمتي ونتقصد فاش نكون ماشيه نتقد تحسن فاش نكون خارجه اييه باش هو فاش يشوفني يقول لها شوفي صاحبتك كي دايره عليك فهمتي كيفاش وشحال من واحد وشحال من واحد سبحان الله تنمشي حتى كنرمي رجليا وتنرجع تنمشي حتى كنرمي رجليا كنقول صافي غادي نديرها ونرجع وليني كما كان الحال كنلقى المبتغى ديالي في انه واخا ما وصلتش لديك الدرجه انني يعني نهضر معاه ولا شي حاجه كنوصل لديك المبتغى انه ديما عارفه بانه عينه زايغه عليا واخا صاحبتي مرتو ولين ديما بانه راه ما كرهنيش غير مرتو اللي دارت هالو وكتعرفي باللي راكي غادي تشكلي مشكل لمراتو اي هو حاجبني الحال بغيت نفرقهم كاملين كما انا نفرق انا وراجلي استغفر الله درتها لشحال من وحده غير كتجبد لها المشكل كنشوفها بدات كتغير مني كنبقى عليها هكاك 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 غير كتشوف راجلها كتغير مني كتقلب عليا تبدل النمره استغفر الله فهمتي اش كنقول انا باش ننتقم منها غادي نيت ندوزلو ديريكت ونتلفو على والديها عاوتاني كنقول الله ينعلك الشيطان ونرمي رجل ونوخر رجل ونرمي رجل ونوخر رجل ياك صافي بقيت هكا كدرتها مع شي واحد العيالات لحد الان واقيلا الله اعلم علاش واصلين واش الطلاق ولا الله اعلم استغفر الله صافي تيبقى عليها شوفي صاحبتك شوفي صاحبتك شوفي صاحبتك والده بحال ما ولداش كذا بحال حتى كيبغي يوصلوا للطلاق ياك عرس واحد العرس ياك العروسه والعريس دابزوا في ديك الليله في البرزه ديالهم ياك على قبلي وكان غادي يتفرتك العرس واخا غير جمعوا داك الشيء واخا من بعد هاد النتائج كلها كيفاش دابا حاليا الوضع ديالك الطبيعي المهم داز داك الشيء كامل وليت لاقيه راحتي انني نفرق الراجل مع مرته ولا لا بالسلامه يا رب السلامه يا رب السلامه نسال الله ان يلبسنا لباسا الا لباس التقوى يا ربي يا كريم واش فهمتيني استوعبت الفكره ديالك بالعكس انا استوعبت الفكره ديالك انا هذاك الشيء كنت كنلقى فيه راحتي في ديك الوقيته عاوتاني صفرنا دازت واحد الوقيته وصفرنا مشينا لدارنا ياك وندمت تما فاش عاودت لديك التويميه عندي اختي تويميه هي اللي عاودت لها داك الشيء عاودت لها داك الشيء كاع من الاول عاودت لها كل شيء ما كنخبي عليها والو عاودت لها كل شيء جبدت لي الودنين ما خلات ليش النيت ياك هي مازال صغيره عليا ومازال ما تزوجت ياك وصغيره عليا قلت لكم جبدت لي الودنين ما خلات ليا يعني هي انا اللي سبقها عاد هي فهمتي كيفاش فهمتي كيفاش تقولي لي كيكون واحد الاول هي عرفت واخا هكا هي جبدت لي الودنين ما خلات ما تندم معايا الحال وما خليت ما بكيت ما خليت ما صليت لصيت ربي تنقول يا ربي غير سمح لي وهذا ورجعت وكنقول يا ربي ما تسمح لي ورجعت لعند راجلي بواحد الروح جديده
تصور هو راه مازال معصب من دوك المشاكل وداكشي وتيهضر ويقول لي راه دوك المشاكل مرضوني في مخي راه باقيين مأطرين عليه هو دابا باقيين مأطرين عليه وانت رجعتي من روح جديده مازال مأطرين عليه بزاف تنهضر معاه هو معصب وخا هكاك انا كنبرد نقول له صافي نساو داكشي اللي كان نبداو صفحه جديده وكرينا دار اخرى ورحلنا ليها ياك وبديت صفحه جديده وليت تنخرج تندخل صافي ما بقيتش يعني كنفكر في فهمتي كيفاش ما بقيتش كنفكر في داكشي ديال شحال هذا اييه هذا الشيء مفوقاش من شهر واحد يعني لدابا شحال شهور ياك شي شهور هادي باش ما بقيتش كنفكر في داكشي ياك ايوا الا خاصني لحظه الله اعلم الا شي حاجه اخرى الله اعلم المهم عاوتاني ياك مرضت مشيت للسبيطار ياك شنو كان سبب المرض ديالك عندي الحساسيه كنت كتبان في النفس ديالك لازم ياك مشيت للسبيطار واحد لي زانفيرمي تمايا لاصق فيا ديما تابعني ياك فاش ما كيفاش كنقول له دير راني مجوجه كيبقى تابعني على اساس انني زعما انا ندمت على داك الشيء ياك دابا عاوتاني راه انا ما درت معاه حتى حاجه يعني حتى الهضره ما عطيتهالوش كنقول له بعد مني راني مزوجه صافي عرفني مزوجه بعد من بعد مني ياك من المشكله دابا عاوتاني فهاد الشهر الثاني علاش ما صونيت عليه ياك غادي نتصدى عاوتاني فهاد الشهر الثاني عاوتاني الله اعلم واشنو عاوتاني تيدور لي في مخي عاوتاني نرجع لداك الشيء تيدور لي عاوتاني في مخي كيقول لي مالك ولي مالك شنو واش بغيتي في الدار وهذا ودي عاوتاني اديري شوف هذاك كيدير وباغيك وتابعك سيري فهمتي كيفاش كنقول لها ويلي واش ما حشمتي كنبقى تصور وصلت للهبال كنوقف حدا المرايه كنقول له كنقولها ما حشمتيش يا سليمه واش خاصك الطرش ما حشمتيش يا سليمه واش ما حشمتيش يا سليمه كنبقى نعطي راسي في الطرش وهادشي غير بوحدي والله الا غادي نتسطى والله ما نكذب عليك هادشي بغيت غير نعرف غير ينصحني شي واحد شنو هادشي وشنو واش خاصني طبيب ما عرفت ولا ما عرفت والله ما عرفتش المهم فهمتي كيفاش نعم اختي سليمه وحتى وليت بخير وولينا بخير وكل شيء حاولتني ولات ديك الحاله هو اللي ما كنخليهاش تسيطر هي غير كيضر تيدخل على اللي كنقول عندي مش طراجي مثلا نولي ونضحك معاه وداك الشيء ونوليو بخير فهمتي نوليو بخير ما عرفتش كنحس بحال الذنوب ديال دوك العيانات ديال شحال هادي ما حاولتيش شويه تخدم شويه تشتغل في شي حاجه تخدم راسك شويه تقراي شي حاجه راني غادي ندخلك للقرايه هاد العام ياك تقراي في واحد المدرسه وراني بغيت ندخل خلاص لاصال انا ما بقيت انا كنت لاصال ولا شي ما بقيتش باغيه نمشي لها غير على حسب دوك العيالات الا مشيت عاوتاني غنشوف شي وحده مع راجلها بخير وداك الشيء غتوضح لي عاوتاني الحاله دابا الا شتا هي خايبه وهو زوين عليها ما كنبغيش ما عمرك لجأتي لبعض الطرق مثلا كمثلا علاج الطرق اللي هي رقيه شرعيه مثلا درت الرقيه ما خليتش الرقيه مداومه عليها كنتي مثلا كترقي راسك راه علاش وليت بخير بديك الرقيه ديال الليل بوحدي كنرقي راسي وكنقرا القران فهمتي كيفاش دابا المشكله انا الا شتها دابا الا شتها بحال هي هي زوينه وهو ما زوينش عليها ماش كماني فهمتي كيفاش بحالي انا بصح الا شتها هي خايبه وهو الدياه فسر عليها ما تنحملش كنقول كيفاش انا شوف كي دايره وهي الدياه هذاك حسن منا علاش مال واش ما تيشوفش يشوفني كي دايره انا خاطني نفرقهم وكنبقى تنتبعهم حتى كيطال بيناتهم مشاكل المهم هادشي اللي كان شحال هادي مي دابا عافاك اخويا مصطفى قبل ما يتقطعي يقول لي زعما شنو بان لك انا واش بحال بغيت نحماق لا ماشي هي مساله ماشي مساله تحماق انما يمكن كتحتاج منك شويه ديال الجهد في انك تخدم على راسك شويه يمكن يا باستعانه بواحد الاخصائي تبقى ديري معاه جلسات نفسيه علاش لا وعلاش شحال هادي فاش كنت عندي 16 عام كنت بغيت فاش يلاه تزوجت بربع شهور كنت كنصوني عليك ياك كنصوني عليك علاش كنت بغيت نقولك كنت غادي نقول لك هضره نهائيا ماشي بحال هادي بغيت نقول لك شتي يا ما تقولوا اللي كيتزوجوا صغار راهم معذبين عرفتي انا راني عايشه في الجنه انا راني في شكل انا راني 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 وشوف من بعد 6 سنين شنو طرا فيا ان شاء الله هو الوقت كفيل بانه تيورينا كثير من الاشياء انما تنطلب من الله سبحانه وتعالى زعما كنت صونيت عليك في ديك الوقيته ودابا صونيت عليك يعني غادي تعجب انت لا بالعكس انا حنا شوف اختي واحد الحاجه نقدر نوصلها لك شي افكارنا حنايا مع السنين
مع السنين راه حتى هي متغيره حيت المستمعين حتى هما كيعطيونا الافادات ديالهم، يمكن تكون عندنا قناعات خاصه من شحال هذا وكيجيو المستمعين. ولكن واقيلا علاش طرا لي هكا؟ نعم. انا اللي كنقول حيت انا كنفكر ديما بابا كان كيضرب ماما وماما ديما كتسكت وكتقول لنا سكتوا ما شكناكم باباكم هذاك، وكان كيضربها وكيزرق لها العينين وداك الشيء، وديما كتسكت وانا كنقول النهار يجيني الراجل يضربني غنقتلو. داكشي باش انت كنتي مبادره لانك تعلمتي. ايه كنقول ما يضربنيش هو انا اللي نضربه. داكشي باش مبادره انت انك تبهدليه، كنتي كتبهدلي ذاك الراجل. ايه كنقول علاش انا بابا كان كيدير هكاك وهي كانت كتسكت شهاده لا شهاده لا. وكنت صغيره بنت 6 سنين وبقات لي هذيك الصوره في عقلي فاش كان كيضربها وانا وانا شاداني في دراعها وهو كيضربها وانا ولكن كنقول عافاك بابا عافاك عافاك وتقول لي سكتي. نعم. وانا كنتمنى انه ان شاء الله بما ان الزوج ديالكم بالامكان ديالكم انكم تديروا العلاجات ديالكم داخل مثلا مستشفى عسكري ولا هذا. غير قتلوني انا غير بالدواء ديال النعاس، ما كانوش كيديروا معايا الجلسات. لا تلقي حاول غير الدواء. لا شوفي ان ثيرابود اللي تقدر تستخدم معاه ثيرابود، كاين ثيرابود هو اللي يقدر يساعدك في هذه القضيه ديال الجلسات. كيفاش كيفاش هنايا؟ في أكادير يمكن يكونوا عندكم في أكادير ربما، نحاول إن شاء الله نشوفوا كيني ثيرابود إما في أكادير أو حاول تشوف شوف حاول. لقيتها غير قولها في الراديو نكون كنتصنت صافي. إن شاء الله مرحبا إن شاء الله مرحبا، يمكن إن شاء الله بحول الله بالاستعانة. دابا نسيت ما قلت لكش واحد الحاجة هي اللي مهمة. قلت لك شي في ديك الوقيتة كنت كنسمح في ولدي. صحيح. كنت كنسمح في ولدي. تصور واحد برا ما تيجيني ما تنجي غير يتصرف عليا الا بغاني نسبح في ولدي في راجلي ونمشي. فهمتي كيفاش؟ وليت بحال ديك البرهوشه. تصور كنت كنخرج كنتسنى غير شكون يقول لي الزوينه، هذا الشيء اللي كنت كنتسنى. عرفتي قال لي هذا الزوينه وهذا الزوينه والشارع كامل وقال لي الزوينه تنجي انا الطب في الفرحانه. واخا يقولها لي راجلي ما تلقاش فيها الحلاوه اللي كنلقى فيها برا. بالفعل هادو فعلا بعض الحالات ديال الفصام النفسي اللي كيمكن تحدث، ونتمنى من ربي سبحانه وتعالى يقويك. انما الحاجه اللي بعدها العلاج يعني او لبدايه الحل المشكل ديالك جايه تم البوح ديالك اللي كان صافي حسينا به وصل. لا انا والله ما كذبت عليك، كون بغيت نكذب عليك ونقول كان كيدير لي وكيدير لي. انا ما نكذبش غير نقول غير واحد الحاجه. دابا هو فاش دابا غير بالنسبه لك انت زعما دابا فاش كيدير لي هكا وهكا واش معذور ولا ما معذورش؟ كيفاش كيدير لك هكا ولا ما معذور؟ دابا حيت دابا ولا قاتل ولا خايب بالنسبه لشحال هادي معذور ولا ما معذور زعما؟ هو راه للاسف راه حاله العنف تولد العنف المضاد. ياك يعني بما انني انا اللي جبدتو يعني دابا تنقول له انا تبدلتي عليه كيقول لي وراه انت اللي شعودتيني ربيتيني بحال هكا شكون اللي ربني هكا؟ هو للاسف راه هو تيعيش معاك هذيك المحنه اللي انت كتعيشيها. راه قال لي قال لي انا راني مرتب، انا قال لي انا راه مرتب هذا المشكل ما بقيتش بحال شحال. للاسف هذا الشيء يمكن يتلقى حتى ولدكم للاسف في وسط هذا الناس. ايه تصور هو راه تيبقى يقول لا ماما لا بابا لا ماما وصغير 6 سنين. انا كنتمنى من ربي يقويكم بزوج، وتعرفي باللي راه قوه الجلسات النفسيه اللي كتكون مع واحد الاخصائي يعني اللي يكون في عنده كفاءه ومقدوره عاليه في انه ينتظم عنده حصص نفسيه يمكن ان شاء الله بحول الله تعينك. خاصه انك هذا دابا وليت كنبغي نقول له عاوتاني طلقني، وليت كنبغي نقول له طلقني، وليت كنبغي كنقول انا كاع الولد اللي غادي يدير لي المشكل ونقول كي ندير نربي غنسمح فيه. لا هو مؤسف في هذا الامر. كيبان لي غير اكادير، كيبان لي غير اكادير قدامي غير اكادير. هو ما تنسيش باللي الى 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 ما لكش حد شي حاجه وما عرفش يستافد منها راه كيهينها، حتى هذا الراجل كيمكن الصبر ديالو ينفاد كيمكن بزاف ديال الاشياء. ايه هذاك الشيء اللي قالت لي اختي، قالت لي راه شي نهار غادي ينفد الصبر ديالو وتندمي عليه ندامه الكحله قالت لي. لا ماشي غير عليه، يمكن انت بعدا اصلا تعيشي واحد المرحله في الحياه ديالك، واحد التعثر في الحياه ديالك اللي صعيب لما تحلي عينيك. ايه نهار فتحتو في ذاك الموضوع قلت لك ومسكين بقى كيضرب في راسه وداك الشيء ونضل عندي وعنقني وقال لي انا نعاونك ونوقف معاك وما نلحقش. راه عرفتي شنو قال لي؟ قال لي شتي شنو؟ انا قال لي راه نمشي معاك كي طاب باغي طاب. قال لي شوفي راه غادي ديري غادي تمشي غادي تطلقي غادي ديري كل شيء. قال لي وغادي تدوز لك ديك 7 ايام بالباكور غاتلبسي غاتخرجي غادي ديري اللي بغيتي. قال لي وفي التالي غادي يتفلى عليك الشيطان وتلقاي راسك بلا راجل بلا ولاد الزين. قال لي راه ما تيدومش.
قال لي وغتبقي تندمي على ولدك غادي يكرهك سمحتي فيه. قال لي وتندمي على شحال من حاجه. قال لي انا ما تندميش عليا كاع ما تقوليش انا ندمي عليا تندمي غير على ولدك. وما تنفعك ندامه. قال لي ويتكرفصوا عليك. قال لي صحابك فكادير شنو كاينه. قال لي كلشي تما كيقلبوا غنعامل. للاسف للاسف كاين 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 هادشي الصالح والطالح كاين في كل بلاصه. انما هذا الشيء لاستمر هكا للاسف راه ما نقدرش. اخويا بالتفاخير قول لي عافاك غير بحال شي حاجه بحال تجيني ديك الحاله شنو ندير؟ نفسي تجيني ديك الحاله انني بغيت ما بقيتش حامله وباغيه نخرج نشوف شي واحد اخر. نقعد في الدار زعما. حاولي دائما ترجعي للخالق سبحانه وتعالى لانه هو اللي وفق بيناتكم هو اللي هو اللي الف بيناتكم. رجعي للفتره الاولانيه اللي كنتي تلاقيتي. والله العظيم ما كنفكرش بحال هادي. عرفتي كنت كنبغي كنقول لكم وليت غير نبقى نبغي بحال شحال هادي. كنت كنموت عليه. كنت كنشوفو هو كلشي فهمتي. راه للاسف انت كتعرفي هذه القضيه ديال من يفرق بين المرء وزوجه راه الا اللي كيلبسوا يعني شي حاجه اللي نقدر نقولوها انها من اعداء الله سبحانه وتعالى. لانه الشيطان يتلبس بالانسان لدرجه انه يخليه يفرق يعلم الناس ما يفرق بين المرء وزوجه. وانا كنتمنى من ان الله سبحانه وتعالى يحميك قد ما انت كتحمي نفسك. وحاولي تستعيني بالناس الصلحاء اللي يمكن يكونوا اخصائيين نفسانيين او لا تسمع البرنامج ديال الرقيه الشرعيه مع الاستاذ عبد الحاتي حسين. راه غادي نبداو ان شاء الله السيمانه الماجيه بحول الله الميرجع. أنا عرفتي نهار كانت هضرات معك ديك البنت اللي قالت لك الله يستر خرج راجلها مشى للخارج وكانت خرجت مع شي واحد طاحت معاه. نعم راه ديك الوقيته هي اللي كنت معاها تمايا في ديك الوقيته. راه كنت سمعت لها وقيله وانا وقيله معاه كنت معاه هذاك وقيله ياك. وقلت ويلي استغفر الله كنت راني حتى انا بحال هكاك وانا نرجع للور. نعم ياك. نعم واستفدت من هذيك ياك. عاوتاني غير داز عليا شويه عاوتاني واحد 15 يوم ولا 20 يوم مشات نسيت داك الشيء عاوتاني رجعت للحاله. رجعتي للحاله. نسال الله. علاش كنجد البرنامج غير باش هي تنسمع شي وحده صغيره هكا تنسمع لها مزيان باش نشوف شنو داز عليها هي تفوت عاوتاني كنرجع عاوتاني. واخا انا خلينا ان شاء الله عند السي عادل جميع البيانات ديالك ان شاء الله تعالى يمكن نحيلوك على الاستاذ عبد العاطي حسني اللي يمكن ان شاء الله يعطيك جميع الامور المتعلقه في البيانات اللي متعلقه بالمجال الرقيه. شكرا لك لاله على التواصل ديالك. واخا سمحي لي. مرحبا بك لاله. نتمنى ربي سبحانه وتعالى. لا بالعكس بالعكس عطيتينا رسالتك اللي يمكن فيها بزاف ديال التجارب. والله انا شفتي انا راه ماشي غير على اللي شفتي فاش كتجيني ديك الحاله راه حتى على ولدي كنكره ولدي تنقول علاش ولاد انا علاش نولد انا علاش واش انا قد الولاد ما نولدش. تنكره ولدي وولدي لي ولدي تنكرهو فاش كترجع ليا عاوتاني راسي كنحماق على ولدي فاش هذاك كتعاوتاني كنكرهو كنقول له غادي نسمح لك كنقولها له نيت كنقول له شتي غادي نمشي ونخليك. شحال عنده 3 سنين دابا الولد؟ 3 سنين وتيفهم بحال عنده 10 سنين. كنقول له غنمشي ونخليك كيقول لي غتخليني يا ماما كنقول له غنمشي ونخليك. لا مؤسف هذا الامر لانه عنده لانه المشكل دابا انت كتعيش مشاكل نفسيه والزوج توا هو معاك حتى هو صبح يعني تيعيش. ايه صافي دابا هو مرض والولد تا هو كنعاوني شحال هادي وكنعاوني وكيساندني وداك الشيء دابا ما بقيتش لقيت المسانده حيت صافي عيا حتى هو عيا. للاسف هو هاد المشاكل لما كتتقوى وكتولي عميقه كتحتاج منكم بجوج انتم دابا شوفوا شي مستشار شي استشاري او سيري. تصور هو راه اي مره تيشوف شي عالم من داك الشيء اللي خليت فيه في الصحه ديالو تيكرهني وتنشوف فيه تيشوفها خايبه. راه كنت واحد الدرجه بحال مسعوره ما عرفت كنجيني الهبال ما عرفت. ودابا شي دابا تنهضر معاك انا ما تنحسش براسي طبيعي يعني سليمه ديال لا ماشي انا ماشي انا المهم ماشي انا ما عرفت المهم انا دايخه ما عرفت ما ندير. youtube.com/mfmhd حاجه مزيانه ما تلقاش ما ندير. هو من المؤسف انت دابا راه شتي كل شيء قدامك اختي. ودابا المشكله يلاه عرفت عاوتاني واحد البنت ورجلها هو البارح ياك. صاحبه هو ومرته ياك. وهي كتبان كبيره عليه هو زوين عليها. ويعني وتندور عرفتي ديك الحركات يعني كندور ونتمشى حداه عنوه. راه عرفتي المرا فاش كتبغي تجبد الراجل راه عارفه باش كتجبدو. غير للاسف راه حتى هاد القضيه اللي كتقولي راه عندها سلبياتها. راه للاسف لو كان لقيتي هاد الراجل هذا ما حماكش حتى هو بظهره وزاد خلفه وعطاك كيف ما عطاو بزاف د الرجال لعيالاتهم هما زادوا خلفه وخلاوهم. راه تكرفصوا. راه انت شتي الان انت شتي كل نهار. زعما الا تطلقت غادي نتكرفص.
والى الى الى تلقتي بالفكره اللي راس خالك مره مره كدور لك في راسك ديال راه الف واحد يتمناك، واحد اليوم غادي يقول لك راه غادي نخدمك وغير اجي وتجي وغادي تصادفي شي حاجه ما عمرك شفتيها وكانت كتهينك، ربما يمكن تولي كتعيشي واحد الحاله عواز وتولي كتمشي بواحد الشكل اللي للاسف يمكن بنات الليل الله يستر، زعما هادو هادو حوايج اللي ضروري. ودابا المشكله كون غير شي وحده اللي ما يطمعوش، واخا اي وحده غادي يطمعوا فيها الناس، مي انا اصلا عاطيه العين واخا نكون يعني مزوجه عاطيه العين، يعني حتى كي كنت مطلقه غادي يطمعوا فيا. نسال الله ان يجعلك من الناس اللي كيغضوا البصر ديالهم. يا ربي امين. يا ربي يا ربي اخويا مصطفى، والله العظيم العظيم انا تنهضر معاك سبحان الله سبحانه وتعالى، تنهضر معاك بحال خويا والله الا عاودت لك داك الشيء كاع اللي كان كيدور لي واللي مازال تيدور. الله يجعلك لاله من الصالحات اللي كيغضوا البصر ديالهم. الله يصلح احوالك، الله يصلح احوالك ووليداتك وزوجك، والحمد لله على على كون انك حكيتي لنا وبحثتي، ولكن نتمنى من الله سبحانه وتعالى انه يعينك ويقدرك على كل مقدور انت بغيتيه ايضا، وتنتمنى من ربي سبحانه وتعالى يصلح الاحوال ديالكم والمآل ديالك لا انت ولا الزوج ديالك. على كل حال هي تجربة هذه المستمعة الكريمة راه تدعونا في كثير من الاحيان عند المقولة اللي كتقول من ملك الشيء اهم